وزارة الأفراح في البصرة بالمدينة التي لا تنام هذه الليلة بعد هذا الفوز المستحق واللقب اللي غاب عن المنتخب العراقي 35 عام منذ عام 1988. نقول ألف مبروك للمنتخب العراقي والاتحاد العراقي على هذا الفوز بلقب كأس خليجي 25 والمقام في إقرداره في جمهورية العراق. نقول هارد لك للمنتخب العماني، قدمت مباراة إيجابية راح نناقشها من خلال حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نصبح عليكم بالخير ونرحب فيكم عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت وبالتحديد في قناة الكويت الرياضية من خلال هذا البرنامج الخاص الذي يصاحب بطولة خليجي 25، برنامج خليجي 25 بهذه السهرة الكروية مع كوكبة من نجوم كذلك كأس الخليج والكباتن ومدربين كذلك الوطنيين اللي أيضا كانت لهم لمسات من خلال هذه البطولة الغالية علينا كخليجيين. أبتدي من على يمين الكابتن خليل البلام، يا حي الله بأنوار وهذه الساعة المباركة. الله يبارك فيك أخوي عبد الرحمن، أصبح عليك وعلى أخوة الكباتن وإن شاء الله تكون حلقة مميزة واستمتع فيها المشاهد باذن الله. ان شاء الله اكيد متميز مثل ما استمتعنا احنا الصراحه بالمباراه. لا لا متميزه ان شاء الله بوجودكم باذن الله واستمتعنا للامانه. كابتن احمد جاسم هلا اخوي، حي الله الله يحييك الله يسلمك، اتشرف فيك وبالمشاهدين وبالكباتن الموجودين. نعم، نجم الكره الكويتيه كذلك واحد نجوم ايضا كاس الخليج كابتن بشار عبد الله، يحيي الله ابو عبد الله وصبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير وعلى اخواني وزملائي وعلى المشاهدين. نعم، كذلك من كوكبة النجوم كذلك متواجد اليوم في ديوانيتنا كابتن يوسف سويد، يحيى الله ابو عذبي والحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك. بالبداية احييك اخوي عبد الرحمن وخي الاخوان الموجودين والمشاهدين الكرام. نعم، 2-0 توتنهام، هذه الاخبار الحلوة. هذه الاخبار الحلوة، نبي الضحكة تزيد بعد، يعطيك الصحة والعافية. اي والله الله يسلمك. مدربنا الوطني كذلك مع ظل العجمة يحيى الله ابو محمد، الساعة المباركة واتوقع هذا اول لقاء يجمعنا. فعلا اول لقاء وانا سعيد ان اكون معك ابو فهد، وانت من الاعلاميين اللي كونت نفسك من الصفر. الله يعطيك من بداياتك صراحه انا متابعك الى ان وصلت الى يعني برامج واستديوهات على مستوى عالي. اتمنى لك التوفيق، امسي على الشباب وايضا اقول هارد لك حق ابو خلفان. عاد دير بالك علي الليله. ابشر. الله يعطيك الصحه والعافيه. كذلك هو نجم في الملعب، زاملته يمكن ما بعد لقاءاتنا بعد هذه المباراة وكان متعاون الأمانة في الدرجة الأولى بالتحديد مع كاميرات تلفزيون دولة الكويت، وهو اليوم كذلك نجم معانا داخل الاستديو طلال خلفان. صبح عليك بالخير، نقول لك والله مبروك قبل الهارد لك. صباح الخير أخوي عبد الرحمن وشاكر لك المقدمة الطيبة، ونصبح على الكباتن الكبار والأخوة المشاهدين ومبروك. حلوة سيناريو، هو سيناريو ممكن يكون يعني مزعج لكن بنفس الوقت ايضا لكن كانت في ردات فعل حلوه. لا لا بالعكس والله سعيد يعني من مستوى اللاعبين اليوم والقتال اليوم. بكل امانه انا مستانس وايد ان اللاعبين قدموا اداء جدا طيب، وحزين من اجل الشعب العماني من اجل اللاعبين نفسهم. نعم. اللاعبين هم من يستحقوا ان الواحد يعني يرفع لهم المصر او القبعه. بكل امانه قاتلوا بشراسه اليوم امام مستبشرين خير بمنتخب امام كل الظروف. شوف الظروف اللي صادفت مباراه اليوم ظروف غير طبيعيه يعني. نعم. يعني ما كنت اتوقع ان ممكن يوصلوا لهالمستوى يعني. نعم. كانت عندهم شخصيه قويه وهذا المنتخب انا متاكد راح يكون منتخب انجازات ان شاء الله. واتوقع احنا راح نتكلم اكيد عن تفاصيل المباراه اليوم وما حصل فيها من سيناريوهات فعلا كانت غريبه من هذه المباراه. بأنور انا اليوم حتى يمكن قاعد اسولف في الوالد يقول هذا يمكن اخيرا شفت نهائي اقوى من نهائي البطوله الرابعه. شو تقول؟ في البدايه ابارك الشعب العراقي والجمهور العراقي على حصولهم على خليجي 25 ونفس الوقت ابارك للمنتخب العماني على هذا الكوكبه من اللاعبين الصراحه اللي يملكون تكنيك عالي جدا وهذه كره القدم. نعم. فوز وخساره. نعم. شوف احنا اول انا منفطنت على دوره الخليج، خل اقول لك من الدوره الاولى الثالثه لا لا الثالثه يعني عشنا فيها. الاولى كم كان عمرك؟ الاولى 71 يعني انا 70 70 مو 71 70 يعني انا توني داش الثانويه يمكن. ما شاء الله. اي بس ماكو نقل ماكو شيء. اي يعني مو انفولف يعني لهالدرجه. هي بدأت معنا من الثالثة. نعم. أمانة كنا نتقن في الدورة الرابعة. نعم. الأحداث اللي فيها شلون المباراة وقوتها والنقل وكنا احنا شباب وينقلونا بالطيارات. نعم. وتحديد بدولة قطر ونسكن في الخيام يعني والطوابيخ ويانا هي القمة صح. اي والطوابيخ ويانا يطبخون يعني
عشنا الاجواء واخذنا البطوله. لكن الحقيقه البطوله هذه 25 انا اعتقد انها طقت يعني هذه كره القدم الحديثه. نعم. ان انت باي لحظه لا تضمن الفوز. نعم. يعني صاعد نازل صاعد على قولتهم ابسايد داون، يعني مباراه قمه. يعني انا اقول الله يعين اللاعبين والله يعين الجمهور اللي كانوا والاداريين والفنيين اللي كانوا في الاستاد، يعني عافي عليهم اعصابهم يعني، وخاصه اللاعبين. يعني خلاص مباراه منتهيه تعادل. نعم. دش مباراه منتهيه تعادل. نعم. يعني وفيها اضاعه بلنت ضربه جزاء وفيها ضربات جزاء، فكانت مباراه روعه. انا اعتبرها من يعني روعه، والجمهور العراقي الامانه كان هو ملح البطوله ككل. نعم. صراحه الشعب العراقي افضل لاعب في البطوله كان اللي قبل النهائي، قلت هم كانوا افضل لاعب في البطوله جمهور العراقي. انا قلت لك جمهور العراقي. نعم. من الحلقه اللي طافت. نعم. ان افضل 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 لاعب انا عندي الجمهور العراقي. يعني ملاعب الملاعب كلها مليانه. يعني تكلم بوينور عن سيناريو عام، لكن حراس المرمى سيناريوهات مثل هذه اتوقع حتى يمكن نوعا ما يعني الثقه الحاله النفسيه اللي يعيشها حارس المرمى، يشوف جول هني جول يرجع يدش عليه، يرجع فريقه يقول مره ثانيه ترجع في ثقه. نعم. يرجع يتسجل عليه مره ثانيه، الحالات التدارك النفسي هذا اللي يمر فيه حارس المرمى مثل هذه المباريات. طبعا اول شيء اخوي عبد الرحمن مبارك حق جمهور العراق، الشعب العراقي، الاتحاد العراقي، اللاعبين، المنتخب العراقي. انا اعتقد ومتاكد ان منتخب العماني كسب وما خسر يعني في هذا النهائي، كسب فريق يحترم جدا، قاتل لاخر دقيقه من المباراه، قدم مباراه كبيره. طبيعه البطوله كلها كانت يعني انا اعتقد اليوم نقدر نقول ان العراق احيت كاس الخليج مره ثانيه. نعم. لان كاس الخليج كان ذاهب الى يعني مثل ما يقول ركود، لان خلال السنوات الاخيره لم نشاهد في حماس هذا الجمهور، في حماس هذه المباراة النهائية، خاصة في المباراة النهائية كان المستوى الفني عالي، مستوى اللاعبين جدا عالي. الحالة النفسية اللي يمرون فيها الحراس مثل اللاعبين كلهم. نعم. فالتقلبات هذه عبد الرحمن جدا يعني أعتقد اللاعبين حراس المرمى كبار متعودين عليها وعارفين الحالة النفسية، وهذا دور حارس المرمى دائما يحاول. يعني احنا شفنا حارس مرمى العراقي صد ضربة جزاء يكون عنده خلاص الكل ضمن ان خلال دقائق يجي هدف عليه، بتبدا تنزل النفسيه. صح. تحط يعني المباراه كانت سيناريو حلو. سيناريو لا يمكن ان يحدث. من يشاهد البطوله من اول ايام لا يتوقع ان يكون النهائي بهذه القوه، بهذه الحده، بهذا يعني المتعه صراحه. نعم. والمتعه لزياده الحضور الجماهير العراقي. صح. لجميع المباريات وليس فقط للمباراه العراق. يعني احنا نلاحظ المباريات اللي كانت فيها منتخبات ما يلعب فيها المنتخب العراقي كانت تحضر الجماهير وتفول. نعم. كانت بطوله جدا ممتازه، كانت بطوله تستحق ان الواحد انه يقول عنها بطوله احياء، بطوله مجلس التعاون. احنا بندش بتفصيل اكثر من خلال المنتخبين، لكن بشار يمكن في يوم من الايام يعني نوعا ما بشار عبد الله كان مساهم في صناعة مثل هذه السيناريوهات الجميلة الإيجابية مع منتخب الكويت في خليج 13. لاعب ويمكن نقدر نقول تركيز اللاعب لما يكون الحماس نقدر نقول يطوف، نقدر نقول التركيز. يعني اليوم أتوقع كل هدف قاعد يدش اللاعبين قاعد يفقدون تركيزهم، والدليل الأهداف اللي قاعد يدش وراء بعض. فنفسية اللاعب من خلال هذه السيناريوهات شلون يتعامل وياها؟ صحيح. يعني شوف أول شيء لازم نعرف أن اللاعب بالملعب يختلف عن اللي برا، المدربين، الاحتياط، الجماهير. اللاعب يعني اللي قاعدين برا يعيشون اكثر بهاللحظات. اللاعب خلاص تسجل هدف يحس بصدره يصير بارد، يضيق خلقه، عقب ما تسنتر خلاص ينسى، يدش مره ثانيه بجو المباراه. نعم. فموضوع التقلبات هذه اللي يصير في المباراه ياثر على الجمهور اكثر. اللاعب داخل الملعب يركز على خلاص الدقائق الجايه. نعم. بعد ما تخلص المباراه يبدا يسترجع ويقول لو ولو ولو، لكن اثناء المباراه صعب ان اللاعب يعني يتاثر بالاهداف، يتاثر بالتوقيت، يتاثر بضياع ضربه الجزاء، لكن خلاص يرجع مره ثانيه يدخل جو. المفروض انه يدخل جو المباراه. في لاعبين لا ما يدخل جو بس المباراة. توقيت الاهداف اليوم ما كان استثنائي، دائما يكون ما بين دقيقه دقيقتين. توقيت الاهداف يعني صراحه ما ادري هل امدح المنتخب العماني على قدرته انه يرجع ردة الفعل او
انتقده على انه مو قادر يصمد، لان رجع بوقت ممتاز في الوقت الضايع من المباراه. نعم رجع المنتخب العراقي سجل هدف، صح كلنا خلاص 116 مستحيل صعب جدا، رجع سجل 119. نعم رجع فقد المباراه مره ثانيه عقبها بدقيقتين، ف يعني يحسب له انه قاعد يرجع بالبطوله بالمباراه منتخب عماني، لكن انه مو قادر يصمد دقائق عقب ما يسجل هدف بصعوبه. المنتخب العماني اليوم كان يسجل وبالامانه يعني بغض النظر عن الاثاره اللي بالمباراه، لكن كمستوى فني ما اعتقد انها كانت يعني عاليه المستوى الفني. نعم. كانت مثيره اهداف بتوقيت حلو 3-2 ضربه جزاء ضايعه عقبها ضربه جزاء ثانيه، لكن كمستوى فني كاداء كلعب كجماليه يمكن في بعض اللمحات للمنتخب العماني لمحات فرديه، لكن كمستوى فني المباراه اعتقد ما اختلفت عن باقي البطوله كلها. مستوى فني كجماهيريه ممكن تكون يتقبلها، لكن فنيا كمدربين ما تصنف لها البطوله كلها للامانه. نعم. البطوله كلها يعني انا سمعت الاخوان هنا يتكلمون عن ان ما في مباراه ممكن تذكرها بالبطوله، اوكي الحين راح تذكر النهائي لانها مثير، لكن كمستوى فني كاداء كمباراه استمتعت فيها 90 دقيقه ما توخر عينك عنها لا ما في. نعم انا تذكرت بالشارع تذكرت سير فيرجسون لما اعتزل قالوا له شنو راح تفقده؟ قال راح افتقد الدقائق او الثواني الاخيره في المباريات. فعلا الاثاره تصير اثاره انا بطلع عشان اوخر عنها دقائق هذه. فأبي رايك في النهائي اليوم بشكل عام؟ شوف احنا دائما كنا نحذر يعني او نتكلم سواء داخل الملعب او برا الملعب. نعم اول خمس دقائق واخر خمس دقائق. صح اول خمس دقائق في بعض الفرق يعني تفقد التركيز. نعم فتشوف يتسجل عليها هدف في اول خمس دقائق او يعني قبل العشر دقائق. نعم. واخر خمس دقائق يكون الناس يعني خلاص اللاعبين فقدوا تركيزهم، اللي تعب او اللي ضمن النتيجه فتشوف النتيجه تغيرت في اخر دقائق. نعم. وحصلت في كثير من المباريات ان تتغير النتيجه في اخر 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 الجيم. اليوم فريق او المنتخب العماني لعب ضد الارض وضد الجمهور. نعم. وضد 11 لاعب داخل الملعب. نعم. وانا احيي المنتخب العماني على هذا الاداء اللي اليوم اظهروا فيه، واغلب فترات المباراه كانوا هم يسيطرون على الكره داخل الملعب وينقلون، يعني تحس ان هذا الفريق ما في عنده الرهبه. نعم سواء من اللاعبين اللي داخل الملعب وحتى الجماهير اللي موجوده. جميل. التركيز فقدوا من بعد ما سجلوا التعادل. قصدك لما سجلوا المنتخب العماني يمن يابو 1-1 كان المفروض هنا. نعم. هني دور الخبره، هني دور القائد داخل الملعب. هذه التفاصيل اكيد راح نسولف فيها اكثر من خلال بعد التقرير، لكن كسؤال عام كنا ابو محمد، المدرب كيفيه انه يتعامل مع مباريات مثل نوعيه هذه المباراه بالذات اليوم نهائي؟ يعني احنا نتفق ان المدرب في المباراه النهائيه لازم الربع ساعه الاولى والنص ساعه، وهذا الطبيعي انه يجيس النبض، انه يشوف طريقه الضغط اللي جايه عليه، ممكن انه هو يبادر في البدايه، لكن مباراه مثل هذه شلون تكون رده فعل المدرب؟ شلون يقدر يوصل حق اللاعبين المسجات او الرسائل من خلال التعامل مع هذه السيناريوهات؟ ابو فهد خلني اولا قبل ما اجاوب عليك يعني نشكر الجمهور العراقيه والشعب العراقي سواء الجمهور اولا وثم القياديين السياسيين والرياضيين على هذا التنظيم الرائع في ظروف صعبه جدا، اعداد كبيره لا تستطيع السيطره عليهم، فنبارك لهم. وممكن الفوز بالبطوله هو مثل ما تقول هديه حق الجماهير وحق الشعب العراقي. تمام. بالنسبه حق الكلام اللي تقول عنه، نعم المدرب يجب ان يتعامل مع المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه، مثل ما قال ابو عدبي قبل شويه، شوط المدربين الشوط الثاني، لكن الشوط الاول ايضا لو انتهت المباراة 1-0 معناتها حسمها المنتخب العراقي من الشوط الأول. فأنا أعتقد المباراة فعلا فيها إثارة مثل ما قال أبو عبد الله، يعني ما كان مستوى في البطولة على مستوى عالي، لكن في هذه المباراة كان في إثارة وفي فترات يعني كان فيها صراحة متعة غير طبيعية. نعم. أنا أحب أشكر أولا عشان اللي بخاطري لجنة الاختيار على إبراهيم بايش، لم ياخذ حقه اعلاميا، لكن هو احنا بنتكلم عن ايضا نجوم اللي أيوة يبرزوا، مو بس ابراهيم بايش، لكن ابراهيم بايش وفي ناس كانوا منافسين له اكيد. نعم. نعم. بالنسبه حق عمان الميزه اللي عنده لم تتغير،
الثقة، الصبر، هذه كانت موجودة مثل ما قال أبو أنور، المهارة والتكنيك العالي جدا. طلال، كواحد من الجماهير اليوم، كونك أنت يمكن منتخبك اليوم فأكيد العاطفة عندك مع منتخب بلادك، كجمهور اليوم أنت وكواحد من المتفرجين اللي استمتع في هذا النهائي، شلون تقييمك له بشكل عام؟ والله أول شيء طبعا إذا في مجال بعدين احنا عندنا تقرير وراح نفصل اكثر، بس احنا ناخذ اوجه بعض الرسائل بعدين، مو مشكله يعني. عموما المباراه النهائيه انا بالنسبه لي شخصيا تابعت المباراه. اول شيء يبارك منتخب العراق الفوز بالبطوله، وايضا اشكر الشعب العراقي على الضيافه وايضا اللجنه المنظمه على التنظيم الجميل. ثاني شيء ابارك لمنتخب بلادي هذا المستوى الكبير اللي قدموه اليوم، وابارك للاعبين فقط لانه هم كانوا رجال في المباراه بكل أمانة، أدوا بكل بأقصى جهد يعني، لم يبخلوا بنقطة عرق في 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 سبيل إسعاد عمان أو الشعب العماني في هذه المباراة. المباراة فنيا أنا يمكن أختلف شوي مع أخوي أبو عبد الله، أنا استأنست كثير واستمتعت كثير في المباراة لأن كانت فيها جزئيات يعني بسيطة كان يتعامل معها بعض اللاعبين داخل الملعب كشخصيات لاعبين في الملعب. تمام. اليوم احنا شفنا لاعبين منتخب عمان في الامور الفرديه كانوا افضل كثير. انا ما بك تفصل الحين، ابيك تتكلم بشكل عام، انا عقب التقرير راح افصل اكثر. بشكل عام المباراه كانت انا اعتقد وجهه نظري انها افضل مباراه في البطوله هذه. نعم. واعتقد انها من افضل مباريات كاس الخليج، لان انا ما تابعت مباريات كاس الخليج كلها. نعم. يمكن في مباريات افضل منها، لكن انا اعتقد انها من ضمن الافضل في كاس الخليج. نعم، نهائي كان مميز اليوم من خلال السيناريوهات، كجماهير اليوم استمتعت من خلال خلف الشاشه اللي مبارك فيه على المنتخب العراقي، ناقشنا بشكل عام ونقدر نقول سخنا نوعا ما من خلال اندش فنيا هذه المباراه واجواء البطوله بشكل عام. نبتدي مع هذا التقرير ومن ثم نرجع لكم مع اخواننا داخل سهرتنا اليوم. الخليج بين بطلين توجوا بخمسة ألقاب سابقة ويلعبون اليوم على لقب النسخة 25. رحبوا معي بطرفي المباراة النهائية منتخبي عمان والعراق. مسكوا ختام خليجي 25 كان من استاد البصرة الدولي، ولقاء الافتتاح يعود، ولكن بعد المباراة سيتوج فريق واحد فقط. أصحاب الأرض يحاولون كتابة التاريخ مع جماهيرهم، والأحمر يسعى للفوز من أجل الحصول على الكأس للمرة الثالثة. الأبيض دخل اللقاء باحثا عن الانتصار، علي فايز يسدد كرة ثابتة لكنها بيد إبراهيم المخيني، صلاح اليحياء يظهر ويتلاعب بالدفاعات العراقية ويسدد كرة أبعدها جلال حسين، إبراهيم بايش كان أكثر قسوة، سدد كرة ذهبت للشباك معلنة أول أهداف اللقاء. الأحمر يبحث عن معادلة النتيجة والدفاع الأبيض حاضراً، عمان تطالب بضربة جزاء هنا بعد سقوط جميل اليحمدي، والحكم الروماني ستيفن لا يتخذ أي قرار. اقتربت النهاية لكن لا جديد، عمان تحاول وكانت الأفضل بعد الهدف، لكن هذا الخطأ في الدفاعات العمانية كاد أن يكلف الكثير، لكن الكرة بيد إبراهيم المخيني لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض. الشوط الثاني ينطلق وعمان تسيطر بشكل أكبر نوعا ما لكن من دون خطورة. الخطورة حضرت أولا عبر تسديدة من حسين علي لكنها لم تصب الشباك، وثانيا عبر رأسية مصطفى ناظم التي مرت بجانب المرمى. عمان لم تشكل أي خطر على مرمى العراق بسبب التكتل الدفاعي المحكم، خطأ في الإبعاد من ضرغام، صلاح يراوغ ويسقط، الحكم يحتسب ضربة جزاء. ♪
اليحمدي يسدد والكرة بيد جلال حسن. هذا المشجع يختصر الكثير، الوقت يمضي ولا جديد يذكر سوى هذه اللقطة. عمان تطالب بضربة جزاء والروماني يستمع للفار ويعود يعاين ويقرر احتساب ضربة جزاء. صلاح اليحيائي ينفذ والكرة بالشباك في مباراة مثيرة تمتد فصولها للأشواط الإضافية. بالشوط الإضافي الأول العراق تحاول عدم الذهاب لركلات الترجيح، الرأسية تمر وتسديدة أمجد عطوان تبعد من إبراهيم المخيني. أما في الشوط الثاني البديل حسن عبد الكريم يحاول والدفاع العماني حاضر، هنا حسن يسقط، الروماني لا يتردد ويحتسب ضربة جزاء، أمجد عطوان ينفذ والكرة بالشباك والملعب يشتعل مجدداً. عمان ترفض الهزيمة، جميل يتلاعب بالدفاعات العراقية ويعرض، ورأسية عمر المالكي تعيد الحياة لعمان من جديد. الرد كان سريعا، عرضية أمجد تجد رأس مناف يونس، الروماني يستمع للفار ويؤكد صحة الهدف. عمان لا تستسلم لكن الأرض أرادت أصحابها. أخيرا العراق بطلا لخليجي 25. بعد ما شفنا التقرير نجدد تبريكات للمنتخب العراقي حصوله على النسخة الرابعة لبطولة كأس الخليج وبالتحديد خليجي 25 المقامة في البصرة بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب العماني. بأنور أتوقع أن يعني من أكثر المنتخبات كان عنده إصرار وكان فعلا يبي البطولة هو المنتخب العراقي. شوف ما في شك لأن الفترة الزمنية هذه اللي ما لعب فيها المنتخب العراقي على 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 أرضه وجمهوره هذه تعطيه حافز. نعم. من الطبيعي يعني أنت اليوم الجمهور العراقي ما ينلام، يعني ليك تواجد من الصبح متعطش يبي يشوف بطولات وهذا من حقه. أعتقد أنا اليوم العراق الشوط الأول نسبيا كان افضل من المنتخب العماني. لا لكن بالشوط الثاني لا، بين تكنيك اللاعب العماني وبينوا العمانيين افضل.
الشوط الثاني الشوط الثاني نعم. انا بالنسبه لي العمانيين كانوا افضل، سيدوا الملعب اكثر من العراقيين. نعم. العراقيين الشوط الاول كانوا افضل نسبيا، الهدف شويه ساعدهم. نعم. انتهى الشوط الاول يعني كانت معنويات مرتفعه، لكن الشوط الثاني لا، انا اشوف العمانيين دشوا يبون المباراه. نعم. بس يلعبون على الراحه، ما تشوف الفوضى. انا ما شفت شفت يعني اللعب البسيط. يعني انا اقول لك بصراحه يعني المنتخب العماني يعني الكره فايز وخسران، يعني خسر البطوله، لكن انا اشوفه بطل، يعني هويه بطل. طبعا المدرب مستقر، صار له ثلاث مواسم معاكم، ثلاث مواسم مستقر يعني الفريق، يملك عناصر جيده. دخلنا عاد في 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 جنون كره القدم، صح، اللي هي الدقائق الاخيره. يعني عاد مثل ما قال لك بشار، اللي يحترق واللي يموت واللي ينقهر زياده، اللي على الدكه، اللي فوق، اللي بالمدرج، اي هذا 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 ينفع. لكن اللاعب خلاص كره بالملعب ما يسمع اصلا. نعم. خلاص مركز على مباراته. ف حصل اللي حصل، العراق يعني قدر انه ياخذ البطوله، ومبارك لهم من عبر تلفزيون دورة الكويت. نعم. يقول لهم مبروك، مبروك للعراق، للشعب العراق، لجماهير العراق، ويستحقون البطولة. اللي ياخذ البطولة لازم هو في النهاية يستحقها، صح، فيستحقونها، ومبارك لهم. نعم كابتن احمد، يمكن من بعد الهدف الاول المنتخب العراقي، معناه يا بداية المباراة تقريبا يقول، او يعني بالشوط الاول، يعني لاعبي المنتخب العراقي نقدر نقول انه سواء كان الرتم عالي، بس كانوا نقدر نقول ينتظرون صافرة النهاية بأي وقت، يبون البطولة يشوفونها بعيونهم، بس ما يبون أي شيء ثاني، وما كانوا حاسين بأي سيناريو بيحصل. يعني على الرغم من أن بعد خطوات بسيطة على الكاس، تفاجأوا أنه ياهم هدف التعادل. يعني أداء العراقي الشوط الأول والشوط الثاني في الوقت الأصلي، احنا لو بنتكلم عن سيناريو المباراة كان المنتخب العراقي يلعب، يعني اترك التكتيك، اترك فكر رياضي، كان يقاتل داخل الملعب. نعم. يعني الكرة أي لاعب عماني، خاصة في أول دقائق، أي بوسط الملعب ثلاث لاعبين من العراق، ضغط عالي جدا في خط وسط عمان. نعم. لمن حصل المنتخب العراقي الهدف، بعد الهدف عمان بدأت تلعب شوي، يعني بدأت شوي تتنفس من الضغط العراقي. العراق داشين للفوز فقط. نعم صح. ما في مجال مع الحضور الجماهيري، مع الجمهور اللي خارج الملعب، احنا متكلمين عن شيء، اي يعني داشين المباراه الفوز كان بعيونه. نعم. لو عمان بتقول 10 جوال بيقولون العراق، لان نعم. العراق لعب هذه المباراه اللاعبين اللي لعبوا والاحتياط والجمهور حياته وموته، لان بالنسبه لهم هذه البطوله انطلاقه، بالنسبه لهم فرحه، بالنسبه لهم اكبر منها كره قدم. نعم. المنتخب العماني رغم هذا كله استطاع ان يوقف بوي مثل ما يقولون هذا المارد، ولا هذه القوه اللي موجوده من الجماهير بالشارع، موجوده داخل الملعب. لكن الافضل من هذا كله، يعني خلى الفريقين حكم المباراه ايضا. نعم. حكم المباراه. نعم. يستحق انه يكون نجم الأول في المباراة، كان يعني خاصة نتكلم عن ضربة الجزاء، ضربتين جزاء خلال خمس دقائق. نعم. مباراة يعني واحد من الشباب كنت قاعد وياه بوقت المباراة يقول إذا حسب البلنتي الثانية ما صح الحكم إنه يكون متواجد، لأن احتمال إذا فازوا عمان إنه صراحة، لأن الضغط كان عالي، ولكن صح. أثبت إنه حكم كبير جدا، دار المباراة بطريقة يعني الكبيرة. المنتخب العماني كان ذكي جدا في الشوط الثاني مثل ما قال ابو انور، تمكن يعني صلاح انا اعتبره احد نجوم البطوله من اللاعبين المبدعين، ضربه جزاء تمكن انه يعود المنتخب العماني في المباراه. لكن السيناريو غريب، مثير، جميل. حل. لما تدخل على، انا سالتك عن حراس المرمى في البدايه، لكن نعم. ليش سالتك هالسؤال؟ الهدف الثاني للمنتخب العماني والهدف الثالث المنتخب العراقي. نعم. يحملون فيها حراس المرمى. شوف الثاني المنتخب العماني، شوف اللاعب بين مدافعين والكرة عرضية، صعب جدا. احنا انت تقعد تشوفها تقول انا احمل مسؤولية حارس المرمى، لكن حارس المرمى عنده سرعة، لكن انا احمل. نعم. احنا نشوف الهدف الثالث للعراق. نعم. ف
في أربعة بالحيطة والكرة تقريبا بعيدة. والحيطة ما لها معنى. والحيطة ما كان لأن أنت خسرت يعني مينيمم لاعبين، يعني إن شاء الله يحطها الحين لنا المخرج، لاعبين كانوا ممكن إنه يدافعون. أنا قاعد أتكلم عن الجول الثاني مال عمان، هذا طبعا هدف التعادل. هذا البلنتي الثاني. نعم. هذا البلنتي الثاني. إحنا لو نشوف هدف العراق الثالث. الثاني العرضية قصدك. الهدف الثاني نعم العرضية. العرضية. لأن طقت الحارس. ما حد ماسكه. ما كان بإمكانه يمسكها. صعب. صعبة؟ صعب جدا لأن في لاعبين حاول أحمد فيها وهو اللاعب ذكي رقم 9 عاش كذا حاول رقم 9 جدا ذكي جدم ورجع كسر بالخط بالمدافع اللي كان معاه مانتومان. هذه الحركة إيه اللي عطت الثانية البسيطة إنه ياخذ الكرة من أعلى قمة على الحارس بلاحية وبروحة لكن الهدف الثالث أنا أشوفه في مشكلة في 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 الحيطة اللي حطها والتمركز الدفاعي لمنتخب عمان. هذا بالنسبة حق طبعا الهدف يمكن الملخص اللي قاعد نشوفه، لكن يمكن ممكن نرجع لك بعد شوي، لكن أودي أسأل هم بشار يمكن نتكلم عن الفعالية الهجومية حق المنتخبين اليوم شفتهم، يعني كمقارنة يعني نقدر نقول الأسلحة التهديفية اللي ميزت المنتخبين اليوم وين شفتها؟ شوف أول شيء لازم نعرف أن 3 أهداف من 5 كانت كرات ثابتة صح ضربتين جزاء، والهدف الأخير للمنتخب العراقي أيضا كان من ضربة حرة. نعم. الأهداف الباجي اللي هي الهدف الأول اللي بايش أنا هم من حارس المرمى. نعم. يعني الكرة كانت بعيدة، هو قال هو أشر المدافعين أنكم مغطين علي، لكن بين بعيدة. آخر مدافع والحارس كان مساحة كبيرة إنه يشوف الكرة. الكرة ما كانت قوية. خطأ الكرة ما كانت وردة فعله بطيئة. بطيئة كانت. صح. هذا الهدف شوف 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 نعم. شلون كسب لا. صعب جدا على هذا الهدف انا ايضا احمله حارس احمد حمل الحارس هم ايضا يعني على 6 يارده ما تحس انها صعبه لا بس الكره جاي يعني ردت فعله ايضا كانت بطيئه يعني الكره جايه بويها يعني انا شوف انا عندي ان اي كره الحارس يلمسها اذا نقدر يطلع لازم يصير حارس لا جد يعني هذا صعب بشار ما يقدر صعب بشار انت تشوف يعني الكره سرعتها بس شوف اللاعب وين كان لو ايده قويه لو ايده كانت قويه لا يشيلها ليش ما يشيلها تغطية المدافع إنزين ما تزن عطى مساحة ليش ما تحمل الدفاع الأول المدافع إنزين مو اللي عطى المساحة بشار هو كأنه تفاجأ فيها يعني كأنه تفاجأ يعني ردش فعله كانت شوف يا ريت نعيد صعب إنه يطلع لها هني الجول الثالث هو تفاجأ فيها صح لكن حتى تفاجأ فيها تفاجأ فيها الدفاع يتحمل الدفاع كان معاه وهو كسر بالدفاع شوف الأربعة ما له داعي أربعة بنص الملعب صح الكرة لا فموضوع الـ يعني الكثافة الهجومية اليوم ما شفنا فرص ضايعة نعم اليوم ما كان في فرص ضايعة كان نعم. كان في يعني أعتقد إن مع الخمسة أهداف اللي شفناهم لكن أقدر أقول إن الدفاع تفوق على الهجوم نعم. إن الخمسة أهداف 3 منهم كور ثابتة وهدفين خطأ من حارس مرمى نعم. كان ممكن بسهولة ما يدشون حتى الهدفين هذيل نعم. فأنا أشوف إن المباراة كانت يعني دفاعيا كانت يعني التنظيم الدفاعي الفريقين كان افضل المنتخب العراقي يلعب اللي يعرفه ما يحاول يسوي شيء فوق امكانياته يعرف ان لاعبين المدافعين مدافعين تقليديين صعب عندهم ان ينقلون او ان يطلعون بالكره او ان فمو صعب لكن ما عنده يعني مو قوتهم هذه فيلعبونها طويله حق ايمن اعتقد ايمن حسين ايمن حسين مهاجم يا هو ينزلها يا يوقفها بعدين تبدا الهجمه من تبدا الهجمه العراقيه ما تبدا من المدافعين المدافعين يلعبون اللي يعرفونه وهذه يعني والبعض يقول لك ان الحين الكره الحديثه لازم تنقل لازم تطلع لا لكن لازم ايضا تلعب امكانيات فريقك تمام امكانيات مدافعينك يعني العب كذي ولا انقل وتنقطع علي الكره وارجع ترجع عكسيه بالمقابل المنتخب العماني شيء طبيعي بالبدايه انه حتى مع يعني مع الحضور الجماهيري مع 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 الضغط العراقي شيء طبيعي انه يتراجع المنتخب العراقي لكن حتى تراجعه كان ممتاز المنتخب العراقي يعني بغض النظر عن الهدف او اذا استثنينا الهدف اللي اصلا كان خطا من حارس مرمى نعم اللي 35 دقيقه 40 دقيقه ما كانت في فرصه للمنتخب العراقي فرصه حقيقيه للمرمى بعدها رجع المنتخب العماني هدد يعني المنتخب العماني تحس انه منتخب ثقيل نعم مرتب كان اكثر مرتب ما يطيش دخلوا على جول وضغط جماهيري ما ضاعت من المباراه من البدايه ايه ظل على تنظيمه ظل على طريقته وطريقه اللي لعب فيها المدرب يعني الاسلوب اللي لعب فيه المدرب 4 1 3 2 او 4 4 2 دايموند او 4 يعني صعبه
لكن مع ذلك اللاعبين قادرين يطبقونها بشكل 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 ممتاز تنظيميا. الفريق اللي ينقص الفريق اليوم على الاقل هو يعني اللعب الجماعي بالهجوم، اليوم بالثلث الهجوم إيه اللعب الجماعي اليوم كان الاعتماد على صلاح اليحيائي في في الكرات الواحد ضد واحد او واحد ضد اثنين، ايضا الجهه اليمين اللاعب اللي عرض الكره، فكان يعتمد على هجمات المرتدة او عفوا على المهارات الفرديه للاعبين اكثر. نعم بس عندي نقطه على على ضربه الجزاء الضايعه الاحمدي، اعتقد الاحمدي مالت عمان يعني شوف نعم. من حسن حظه انه كان في ضربه جزاء بعدها، لكن لو هذه ضايعه بهالشكل كل لاعب يضيع ضربه جزاء، انا مضيع يمكن كم صدمه اي يعني كل لاعب يضيع ضربه جزاء، لكن على الاقل ضيعها بشكل حلو. احمد كان يصدهم طريقه طريقه صحيح طريقة احمد كان يصدهم عاد لانه يقدم 16 لا 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 زمان اول يعني مره سمبلنتي دش طفته حطيته ف ممكن ضيع ضربه جزاء وكل اللاعبين معرضين، بس ضيعها بجديه نعم بهالشكل عملها بجديه بهالدقيقه تضيع بهالطريقه، الحارس مسكه يعني الحارس حتى ما اي فكان شكلها يعني سيء، ومن حسن حظه انه ضربه جزاء اللي شوي ممكن الناس ينسون هذه ضربه جزاء. نعم بعد يمكن بشار تكلم عن نقطه وايد مهمه هي الاخطاء اللي كانت تصير في هذه المباراه، احنا بنتكلم عن الاخطاء الدفاعيه اللي صارت اليوم. كان هل كانت في اخطاء دفاعيه نقدر نقول سهله ساهمت يعني بتسجيل هذه الاجوال اللي شفناها اليوم بعد المباراه؟ كثير انا ما افتكر، ممكن اخطاء بسيطه، بس انت توكم تكلمتوا عن الهدف الثاني اللي هو مال منتخب عمان اللي هو التعادل قصدك؟ اي مال عمان. حلو، انا برايي ابو فهد، انا برايي الجوليه من عند جميل، من عند جميل اي اللي رفعها اللي رفعها اوكي، مجهود الفردي اللي سواه من نص الملعب طاف اللاعبين صح نعم، ولعبها عرضيه لبرا سهله اي بالمكان المناسب رفع راسه، بس ما اتوقع أيوة المساحات أيوة هذه اللي خلقت له من بعد يمكن حماس لهدف العراقي، وبيحاولون انهم اذا يبون المباراه تنتهي ونسوا نفسهم بالتوزيع مثلا توزيع المدافعين او توزيع المراكز، بس ما نبخس حق هذا اللاعب المجهود الفردي اللي سواه حلو شلون طاف اللاعبين ولعبها عرضيه لعبها في المكان المناسب نعم. يعني المهاجم ابو فهد ما تعب فيها حلو جات على الراس وسجل منها الهدف. نعم. انا برايي ان الهدف بدا من هنا. نعم. قبل لا يتسجل. نعم. الاخطاء ما كانت اخطاء كثيره، لان التنظيم الدفاعي بالفريقين كان جيد. نعم. فتشوف اخطاء بسيطه. بس انا اللي عجبني في الفريق المنتخب العماني انه لعب باسلوبه. ما انجرف او لعب بحماس زياده. نعم. او الكرات الطايشه او الكرات الطويله. أنا اللي عجبني فيه إنه يلعب بهدوء ويلعب الكرات الأرضية، صعبة يلعب الكرات الطويلة أو الكرات العالية. هذا اللي يميز المنتخب. أي فريق يلعب بهالطريقة يتعب الفريق العراقي. نعم. ولاحظ أبو فهد الشوط الأول بالإضافي. شوف كم نقلة المنتخب العماني نقله، ما هجموا. نعم. قاعد ينقلون في ملعبهم من النص ويلعبون كرات صحيحه يعني مو تمريرات خاطئه، مع ان العباس او امرر واتحرك اخذ مكان، فتشوف المنتخب العراقي واقف الفريق العماني هو اللي ماسك الكره ومستحوذ لما انها الشوط الاضافي الاول. نعم. المباراه انا برايي اول مره اشوف مباراه بهالحماس، وانت قاعد تطالع ابو فهد ما تدري النتيجه من حقه. نعم. وتشوف الاهداف على طول، انا كنت اتوقع انها توصل ضربات الجزاء بالضبط يعني، بس ما اتوقع انها على هالردات يعني استمتعنا اللي كان واضح في هذا النهائي، واستمتعنا في الحضور هذا الجماهيري. انا كنت اتوقع لو خسرانين المنتخب العراقي في هذه المباراه شلون بيكون وضع هذه الجماهير. صح يعني هذا يمكن شغله بدي اقول لك يا محمد، يعني الارض والجمهور يمكن احنا يمكن حتى يمكن بالاراضي العربيه والمنطقه الخليج قامت تصير عند المنتخبات ساعات اثر سلبي اكثر ما هو ايجابي. ساعات المنتخب يعني ما قام يملك الاحترافيه بالتعامل مع الجمهور. اليوم قاعد نشوف المنتخب العراقي العكس، هل عامل الارض والجمهور اليوم ساهم بايجابيه فوز العراق؟ نعم بشكل كبير، وانا اتفق معاك في بعض المنتخبات على مثال الكويت. نعم. دائما يقول لك اذا لعبنا بالكويت احنا يعني الجمهور نلعب برا احسن من الكويت. احسن. نعم. بالنسبه حق العراق طبعا شتان بين مباراه الافتتاح بين الفريقين نفسهم، سلبية وما فيها أداء، وشتان بين مباراة اليوم اللي كان فيها متعة وإثارة وأهداف جميلة. نعم. أنا أعتقد كانت مباراة ما بين حماس المنتخب العراقي ولياقته والضغط وتحمل المسؤولية أنه يأخذ البطولة،
وبين الهدوء والثقة والمهارات العالية بين المنتخب العماني. نعم. أنا أعتقد العراق يعني فقط هدف واحد قبل هذه المباراة من قطر. نعم. مصطفى ناظم مع علي فايز لاعب العراق لاعب القادسية سابقا يعني أداهم ممتاز صراحة، ما في فرص كثيرة، لكن يعني يبقى المنتخب العماني في هذه الظروف أعصاب حديد. نعم. ثقة، أداء، استحواذ صراحة، لكن دخل المباراة متأخر. يعني المنتخب العماني تقريبا الشوط الأول قليل تشوفه يعني موجود بصورة كبيرة. نعم. أضف إلى ذلك أنا أعتقد المدربين الاثنين لم يوفقوا وما احترموا الوقت، لأنك أنت ما تضمن 1-0 ممكن يصير فيه إضافي. نعم. يعني تبديلات 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 وخاصة رأس المهاجمين. أي يعني لما تقول أنت على سبيل المثال فيصل حسين أو العماني يعني لا يمكن تبدلهم لأنك تنطر منه هدف، ويمكن كانت ميزة منتخب الكويت في السابق يعني على سبيل المثال جاسم يعقوب هو قدامنا بالصورة أبو حمود ما يبدل المدرب لأنه في أي دقيقة ممكن يسجل. أنا أعتقد استعجلوا الخمس تبديلات، أنا دائما أقولها مو شرط تبدل خمس تبديلات. نعم. بالسرعة اللي أنت بعدين تتحسف. العراق أيضا بدل كم لاعب صح. يعني كان ممكن تروح عليه وصلت الإضافة وصلت لي 6 أيوة برافو عليك وحط أربع دقائق بس أعطى من دقيقتين زيادة. فأنا أعتقد يعني مباراة يعني ممتعة ختام مسك البطولة. نعم. ومثل ما تقول هدية حق الجمهور العراقي. نعم. كذلك كنا طلال المنتخب العماني يعني على الرغم من خسارته وعلى الرغم أنه كان ثاني المجموعة إلا أن لحد الآن هوية المنتخب العماني حاضر في بطولات الخليج وأنه رقم صعب لازال في بطولات كأس الخليج. توافق لي الرأي أول شيء؟ إيه طبعا في الوقت الحالي طبعا. نعم. هو رقم صعب يعني. أوكي اوكي في الوقت الحالي هو رقم صعب، لكن انا الكباتنا يعني فصلوا المباراه بشكل جدا ممتاز فنيا بكل امانه. يعني يمكن انا ما تركوا لي اي حاجه صراحه، فصلوا كل شيء. لا بس فعلا يعني صراحه استمتعت فعلا. كلام جميل. يمكن ابو عبد الله بشار تكلم شيء وايد مهم يعني اشياء طيبه. ابو عذبي ايضا وابو محمد كابتن احمد جاسم وابو انور يعني فصلوا المنتخبين بشكل جدا ممتاز. نعم. انا بس عندي اضافه واحده اللي هي ما قبل الهدف الاول لمنتخب العراق. نعم. كان المنتخب العماني هو المتسيد للمباراه. نعم. هو اللي كان يلعب كيف ما هو يريد. الهدف جاء عكس مجريات المباراه اللي انا كنت اشوفه. يعني بعد الهدف امتلك العراق اللعب، وايضا احنا بدينا نهاجم بشكل افضل. جزئيات بسيطه من المباراه كانت مع العراق في فتره ومع منتخب عمان في فتره. نعم. ولكن مجمل المباراه كامل الاربع اشواط تقريبا نقدر نقول ان المنتخب العماني كان افضل بكثير من المنتخب العراقي. بالنسبه للارض والجمهور انا بتكلم في نقطه وايد مهمه. نعم. اليوم كان سبب خسارتنا ايضا، كان سبب من اسباب الخساره عدم تواجد الجمهور العماني. نعم. وهذا شيء يحسب على اللجنه المنظمه بشكل كبير. ال5000 مقعد كان يفترض أن تكون متواجدة اليوم معنا. نعم. أيضا سبب في الخسارة أيضا الاتحاد العماني لكرة القدم اللي وافق أن تقام هذه المباراة. إحنا مشكلتنا طيبين وايد في هذه. لازم قبل التقرير قلت كلمة، قلت أبارك للاعبين فقط. طبعا نقدر تقول وما زلت أنا أقول هالشيء وأنا. نعم. بفصل لك ليش. نعم. في أمور كثيرة أنا بتكلم فيها اليوم، بفتح ملفات. أنا ما عندي مشكلة، ما مش خايف من أي شيء، واللي يزعل يزعل ما عندي مشكلة. في أمور لازم يعرف الجمهور اليوم أن هذا المنتخب يفترض أن يبنى عليه منتخب قوي جدا للمستقبل، ولكن أول قرار لازم يعني اليوم إقالة المدرب برانكو الذي لم يعرف إمكانيات لاعبيه. هذا أول شيء. ترى في إشادات عندنا. لا ما يخالف كل واحد ورايه. أنا أشوف القنوات العمانية قاعد. بقول لك ليش أنت اليوم خسران الشوط الأول 1-0. نعم. مباراة نهائية متى غيرت؟ خلى ضغط على الفريق للدقيقة 77. صحيح. عمل تغييرات عكس مجريات المباراة. أنت إذا خسران شنو بتسوي؟ إذا خسران أنا ببني الجانب الهجومي ولا الجانب الدفاعي؟ الهجومي طبعا. الهجومي أنا. نعم. أول تغييرات غيرهن برانكو المنذر والصبحي المهاجمين الاثنين. نعم. في الدقيقة 77 نزل خالد بريكي قلب دفاع وقال روح مهاجم، يعني قاعد يخبص وعشوائية عنده في التغييرات. نعم. التغيير الجيد الوحيد اللي أنا لازم أشكر عليه اللي هو عمر المالكي اللي سجل هدف تعادل الثاني. لكن انا اتكلم عن التوقيت. اليوم المدرب يعرف شنو يبي من المباراه نهائي، ما في مجال للتاويل وما في مجال للتاخير. خلص الشوط الاول لازم انا اعرف بين شوطين مثل ما قال ابو عذبي، الشوط الثاني شوط المدربين. الكل يقول شوط المدربين شنو سوى. نعم.
خلى الكل على أعصابه، حتى اللاعبين استنفذوا جهدهم. كان يفترض أنه يعمل تغييرات هجومية من أجل أن اليوم أنت حتى المنتخب العراقي مش المنتخب اللي يخوف بكل أمانة يعني. نعم. قلت أنت تقدر توصل له، والدليل إحنا وصلنا له كذا مرة. نعم. يعني كان يفترض أن يكون جريء. الشيء الوحيد اللي مش موجود في هذا المدرب قراءة غير جيدة للاعبين وتوظيف غير جيد، وأيضا ما عنده جراءة في اتخاذ القرارات المهمة في المباريات. نعم. وهذا الشيء ما ممكن يمشي مع هذا المنتخب. فيفترض اليوم أنا أتمنى أن اليوم يتم إقالته ويقولوا له مع السلامة مستريح، يجيبوا لنا مدرب لازم يفهم إمكانيات هؤلاء اللاعبين. هذا أول شيء. الشيء الآخر، أنا أوجه رسالة لصاحب السمو ذي يزن وزير الرياضة. نعم. وزير الثقافة والرياضة والشباب. حلو. لابد استقبال هؤلاء النجوم المنتخب استقبال الأبطال. نعم. وأيضا عليه أن يكرمهم تكريم البطل. نعم. لأن بالفعل يستحقوا. اليوم لعبوا ضد الأرض والجمهور والظروف الخاصة ما قبل المباراة، لكن كان في شيء مهم اليوم يمكن انا ما حبيت اتكلم فيه. يديرون المباراه ويواجهونها. انا في شيء مهم ذكرته ما حبيت اتكلم فيه المباراه السابقه. نعم. اليوم اتكلم فيه لان اليوم تكرر ايضا في مباراه اليوم. الجانب الاداري، انا الحين بسال الشباب اللي موجودين هنا. نعم. انتم كلكم خبرات، هل ممكن ان يدخل جمهور داخل غرفه اللاعبين بعد نهايه اي مباراه مهمه؟ صارت ان مشاهير السوشيال ميديا دخلوا غرفه ملابس اللاعبين بعد نهايه المباراه اللي مع البحرين. ايضا نعم. شيء اخر، اللاعبين مباشره بعد نهايه المباراه استلموا تليفوناتهم. هذا الجهاز الاداري اكيد اللي انا 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 بوصل الرساله. نعم. هذه وايد مهمه، لان على اساس ينتبه الاتحاد شنو قاعد يصير اذا كان ما كانوا منتبهين. نعم. احنا ننتبه. اللاعبين مسكوا التليفونات مباشره في الملعب سنابات، وكانوا يردوا على احد المحللين في احدى القنوات. نعم. هذا شيء يفقدك التركيز. نعم. اليوم انت معناته اذنك وعينك انت موجهه خارج نطاق البطوله. انت لما ترد على اليوم صار ان اليوم احد مشاهير السوشيال ميديا اليوم. نعم. دخل غرفه اللاعبين وايضا كان يتكلم باي صف يتكلم مع اللاعبين. هل من هل يعتبر هذا جانب اداري جيد بين شوطين خلال مباراه المباراه منتهيه بعد نهايه المباراه؟ وايضا المباراه اللي طافت دور الاربعه كانوا احنا صاعدين النهائي بعد نهايه المباراه، وحتى ولو كانت بعد نهايه المباراه هل يحق لي ان يدخل بانور؟ انت جانب اداري وانا اعرفك خبير في هالامور. لا ما هذه النقطه طلال لا خصوصيه يعني. بانور ترى هذه يمكن نقطه يمكن ذكرتني فيك قبل يمكن سبع سنوات في موسم 2014 2015 يمكن في خلال مباراتكم الاخيره في الدوري امام القادسيه، يمكن كان في بعض يمكن لغط على غرفه الملابس وانت كنت الامانه يعني رافض هذا الشيء، لكن انا ما ابي اربط هذا الموضوع بهذا، لكن انا بشوف يعني كمدير منتخب او كمدير فريق التعامل مع هذه الامور اللي تكلم عنها. انا 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 صريح، انا صريح، انا خليجي 14. نعم. تنزل الكويت قاطعني وزعل علي. نعم. لاني انا اقفل الباب بعد المباراه، اللاعب له خصوصيه. نعم. زعلان طالع من المباراه زعلان. نعم. اذا 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 اذا, إذا مغلوب زعلان. نعم. يصير بينهم يمكن نوع من الحكي والتذمر. نعم. فانا ماني فاتح المسرح. زين. واذا فايز زين بيرقص بيستانسون. نعم. عدل. فكنت انا اقفل الباب امانه، ودائما كنت اقول انا في الملعب وقت الفوز اخذ اللاعبين هم اللي جابوا الفوز، وقت الخساره نادني انا. خلصنا المباراه النهائيه، لا والله صارت خرفتنا. خلص انتهت المباراه. نعم. خلص. نعم. لما تكون فايز من حق عاد اللاعب تكون فايز. لما تكون فايز بطوله غير. لكن انت اليوم انا يعني ما ادري خسران النهائي يعني يمكن حتى اللاعب نفسه ابو انور يعني نفسيته تعبانه. انا معاك انا معاك. هذا الوقت اصلا وقت اداره معك. وقت مدرب، وقت لاعب نفسه يمكن يبي يلوم نفسه، يمكن مثل ما قلت يبكي، يمكن يعبر عن مشاعره. هذاك الوقت مش وقت. لا والعلمك الخاص تصوير سناب، انا وصلني أنا فيديو هذا واصلني فيديو يعني مصور اللاعبين مصور اللاعبين في غرفة الملابس. كانت في بعض الوسائل المتواجدة في التلفزيونات، حتى محطات ذاك الوقت ماكو بس. نعم. التلفزيونات. شوف عندي بس كم تعليق بعد اذنكم. احنا كلنا هني من اجيال مختلفة. صح. لكن كلنا من جيل مختلف تماما عن اللاعبين الحاليين. نعم. موضوع التلفونات السوشيال ميديا انا شخصيا يعني ينرفزني لما اشوف لاعبين شلون عقب المباراة يكون خسران مثلا انعدام المسؤوليه. شوف ما لا خلق لا هو اختلاف اجيال. نعم صحيح. لانه موجود حتى في اوروبا هالشيء، مو بس عندنا. اللي يمكن بعذبي كان ما يعجبه بشيء بجيلي انا، لان الجيل مختلف، مو هو صح وانا غلط ولا هو غلط وانا صح. لا. لكن اختلاف جيل.
أنا وطلال يمكن شوي، فهذه اختلاف الأجيال. موضوع السوشيال ميديا واللاعبين وأنه يحط وهو خسران كأنه ما في شيء أصبح شيء مقبول. نعم. عند لاعبين الحين حتى العالميين تلقى خلص مباراة خسران ولاعب مصور وعادي وهذا. لكن أنك تصور بعد مباراة على حسب كلام طلال عشان ترد على 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 محلل، ولا أنت رديت خلاص رديت الملعب صح هذا وترد بالملعب. انت كلاعب هو المحلل يتكلم بالاستديو، انا بتكلم بالاستديو، ترد علي بالملعب اثبت لي انا غلط بالملعب. لان انت لما تدخل نفسك كلاعب في موضوع الرد والاخذ راح تجيك مباراه تخسر. هل ترضى ان هذا المحلل نفسه يرجع مره ثانيه ينتقدك؟ لا. فخليك بالملعب، ركز بالملعب. موضوع دخول الجماهير هذا شيء صراحه يعني اذا اذا اذا, إذا إذا صح اللي قالت طلال دخول الجمهور بعد المباراة ببعث لك فيديو لي. هذا شيء يعني صراحة يعني خطأ كبير. الشيء الثالث موضوع موضوع الـ 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 أنا اليوم بعد ما سمعت أنه والله في 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 طيارات عمانية ما راحت، أنا حطيت نفسي مكان جمهور العماني، أنا أو ولدي أو أيا كان، مذهب نفسي بروح أساند منتخبي صحيح في نهائي وجاهز ومتهيئ. قلت لا والله خذوا خذوا البلد المنظم خذوا كراسيك. نعم. سواء اي كانت البطوله بالعراق بقطر بالكويت ايا كان. نعم. انا قاعد اتكلم عن حادثه معينه، حادثه صارت اليوم. شلون شلون تحرمني كلاعب انا من جمهوري شلون تحرم جمهوري من انه يحضر؟ زين لو فايز اليوم منتخب العماني ما يحتفل مع جمهوره؟ معقوله؟ لا لا، اللي صار اليوم لو كنت صاحب قرار ابو عبد الله، لو كنت صاحب قرار شنو راح تتخذ من قرار؟ هو ترى كانت في مجموعه متواجده بعد الهدف الثالث صعب. شوف انا فاهم كلامك، ولو لو يعني اعتقد لو بطوله ثانيه بظروف ثانيه صح المنتخب العماني لازم ياخذ قرار ما يلعب مباراه الا جمهوري موجود. لكن احنا كنا ندري الظروف اللي صارت فيها البطوله وال يعني تغاضى عنها شوي. صعب 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 اللي تقوله. لكن انا ما حمل الاتحاد العماني لأنه سوى الصح، جامل على حساب لاعبينه وعلى حساب في النهاية خسرنا لا أنت ما خسرت، معلش لا حملهم مسؤولية طبعا. فرق لما تخسر، فرق لما تخسر تكون مستحق الخسارة، فرق لما تكون تخسر بس أهم أنك تستحق البطولة. مهما كان من مبررات تقولوها، مهما كانت من مبررات، أنا أقول لك كان يستحق الجمهور العماني أن ياخذ 5000 مقعد. كيف ما تكون تكون، انا ما انا مش معناتي ان انا راح اخرب البطوله، هذا حقي. بعدين اعطيني حقي. انا شفت تصوير لمدير منتخب العراقي مهدي، نسيت اسمه والله، لاعب لاعب مهدي كريم، اي مهدي كريم. نعم. سألوه عن مكان منتخب يعني صوروا مكان جمهور بالقلب. يعني اي يعني في امور مثل هذه. لا لا ابو انور، انا اتكلم الحين اقول لك ان انا جزء من خسارتي ان جمهوري مش موجود. ليش ما يعطوني حق هالشيء؟ لا وصلت هذا حق، ما في شيء يعني. انا طالب حقي، ما اقول لك ان انهم كانوا سيئين ولا ان ما اكرمونا، لا بالعكس. اليوم انا ضيف، يفترض كضيف اتعامل معامله الضيف، حقي ان اخذ حق في حقوقي ما قالك بالشارع. هذا في ماده قانون خلفان يا بعد عمري حبيبي، في بعض ساعات امور تطلع عن خارج الاراده. انا ما اصير حملي في هالمواضيع يعني. انت اليوم لا 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 انا ما احمل الاتحاد العماني، احمل اللجنه المنظمه. اي اي يعني في امور تطلع خارج الاراده، هذه في موقف صح ولا لا؟ خارج ما يخالف حتى لو ما صار يكون لي موقف. إيه خارج على الاقل الموقف شنو يعني؟ ايش بسوي يعني؟ 65000 يحضرون 5000 عماني، وهذا حق مشروع لهم نسبه، و60000 عراقي. هل هال 5000 هذول غيروا النتيجه؟ انا اقول لك حزب النفس كاحتمال ممكن، ليش لا؟ زين انا معاك، بس هذه بنهايه المطاف. اعتبر نفسك قاعد تلعب خارج بلدك، عدل تصير لازم انت عاد شويه. بس ترى في ناس تعنوا وراحوا بالطياره. بنور اللحظات اللي صار فيها، اللحظات اللي سجل فيها المنتخب العماني الهدفين، ضربه جزاء الهدف الثاني والهدف بالرأس. بالراس توقيتهم خلى الملعب كله سايلنت. إيه؟ لو موجود الجمهور العماني كان صوته راح ينسمع. يبين الصوت. بعدين الفرق بين الفريقين ما كان كبير، فال 5000 اي ممكن يثرون. إيه بس يسوي يعني يعني هذا اللي اتكلم فيه، هذا اتكلم فيه. اوكي هذا حقي، يعطيني دافع معنوي اكيد. في شغله قالها طلال جدا مهمه اللي هي سالفه التليفون. نعم. اللي سالفه التليفون، وانا اتمنى انت مثلا كاداري او كذا ممكن انت ترد. ابو فهد انا شايف لاعبين، المدرب قاعد يشرح، هو قاعد بالموبايل
لا مو لهالدرجه، هذا خطا. انا شايف لاعبين شرع يا مدرب. اي المدرب قاعد يشرح واللاعب ماسك الموبايل كذي، هذه واحده. الشغله الثانيه لاعب قاعد على الدكه الاحتياط والموبايل بيده، اهم غلط. من المسؤول هذا اللي يخلي اللاعب يدخل الموبايل معاه في الملعب؟ اداري. اداري ومدرب. اداري ومدرب امانه. اللاعب ما عنده احساس ان هذا خطا او ان هذا راح يضرني، يمكن يا له خبر مو زين. صح. ومدرب لاعبه او كذا شيء الشغله هذه. ترى الكلام اللي قاله طلال صح، سالفه الموبايل هذه دمار حق اللاعب. نعم. سواء قبل لا يلعب، حتى انا اشوفهم على الدكه. نعم. وانور ماسك الموبايل والمباراه شغاله. زين افرض ان المدرب قال قوم العب، وين تركيزك انت الحين؟ المشكله ان بعض الاداريين حتى بين الشوطين، هذا الموضوع ما ادري بين الشوطين يعني. انت بطل الجنطه، طلع الموبايل، شوف من داق عليه ما داق عليه. انا ما شفت لاعب على مستوى اوروبي قاعد في الاحتياط وماسك تلفونه بيده. مستحيل ما تقدر تسيطر عليه بالشوط. لا لا اقصد، لا لا احمد ما توصل لهالدرجه، اقصد ما توصل لدرجه انه هذه كارثه ويتحملها الاداري اذا صارت، ويتحمل المدرب اذا بتخطى واحد. لكن اقصد موضوع اللاعبين ويطلع من مباراه يدش السوشيال ميديا ويصور، هذا ما يرتاح. لا 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 انا ما اتكلم عن هالجنب، انا اتكلم اليوم اذا اللاعب على دكه الاحتياط ولا مع وجود المدرب في الشرح ان تلفونه بيده، هذه مشكله كبيره. اول لا. مشكله ثقافه اللاعب نفسه اللي ما عنده تحمل مسؤوليه. نعم. مسؤوليه الشعار اللي هو لابسه، كان منتخب، كان نادي، حتى لو انت بالسكه تلعب صراحه يعني لازم يكون لك احترام حق المدرب، حق إدارة الفريق اللي معاك، حق اللاعبين اللي معاك. هذا الموضوع ملاحظ في فترة كبيرة. وبعدين اللي أكبر من هذا، مو أنك أنت كلاعب ترد على إعلامي انتقدك اليوم، من الطبيعي أن أي إنسان ينتقد، وتتلابد أنك أنت بما أنك أنت تبي تصير لاعب مشهور تتقبل النقد. صح. لكن اليوم انت ايضا قاعد ترد على ما راح تغير وجهه نظرك. احمد والتوقيت عنك. انت ما تعرف تستانس؟ لا 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 بشار، انا صح اقصد صح صح. انا اقصد اليوم في لاعبين قاموا يردون على الجماهير، وهذا اكبر غلط. صح. الجمهور، في جمهور، الجماهير في انواع ثقافتهم مختلفه. نعم. يعني الثقافه الرياضيه انا اتكلم، في واحد عنده مخزون رياضي عالي فاهم بالمباريات، في واحد مشجع محب، في واحد حماسي، في واحد. لابد انك انت كلاعب تكون عندك ثقافه اليوم انك انت تتعامل مع كل هذه الجماهير بطريقه واحده. لا. لكن انا مستغرب ان اللاعبين قاموا يردون الفتره الاخيره، وهذا ما اقول لكم من حقك، بس اذا انت ما تتقبل النقد ولا تتقبل ان احد لا تلعب كره، لا تلعب لا تلعب، اقعد ببيتكم. صح صح. ما يصير احنا اليوم كل ما انتقدنا واحد اي انت هذا تفكر في، لا لا لا. اليوم بما انك انت بتطلع بالشاشه وتلعب وتبي تاخذ الشهره وتبي تكون من اللاعبين اللي احنا نتكلم، اذا لعبت زين بنمدحك اليوم. تحمل كل شيء، تتحمل وتتقبل وتحترم. لابد اليوم احنا للاسف الاخلاق الرياضيه صارت عندنا، الواحد ما يتقبل. نعم. كان اداري ولا كان رئيس ولا كان لاعب. نعم. لابد ان هذه الفئات اللي بالمجال هذا لابد ان يتحملون النقد. نعم فعلا. ابو فهد بس ثواني، جانب اداري ما دام صار الجانب الاداري جايك بنقطه ثانيه كنت انا تفضل. لان اثناء الحلقات كلها انا تابعتها، في اشاده كبيره من جميع الرواد في جهازنا الاداري. نعم. سواء مدير المنتخبات سعود المجمد او عبد الرحمن موسى، اشاده كامله صراحه. وممكن مثل ما قلنا الان يعني ما تحس في مشاكل صارت، يمكن بدينا إشارة الكابتن شوية قلت خبرة، لكن بعدها الأمور من أحسن ما يكون. بالنسبة حق جول عمان الثاني، نعم، جول على مستوى عالي، جميل، عمل مجهود، طاف لاعبين على الخط بالسرعة، ومع هذا مع نهاية تقريبا جنب الخط عمل كروس موزة لافة للخارج. نعم. أيوة للخارج عن الحارس. وهيد أيضا مثل ما قال أبو عبد الله، أيضا 5 أجوال 3 أجوال كرات ثابتة، لكن الجول الجميل الوحيد هو جول عمان الثاني التعادل. نعم. يمكن في يمكن عندنا فكره يمكن او انه قاعد يدرسها يمكن الاتحاد، او انه بعض الافكار قاعد تواردها وسائل الاعلام حاليا، ابي اخذ رايك فيها ابو محمد، وهي ضم منتخبات من خارج الخليج على الحاضر. والله رحيم. بس قبل السؤال لان على اساس ما ننتهي بشكل سريع، بشار موجود في قطر، سبب ايقاف عبد الكريم حسن؟ سوشيال ميديا، انه رد على احد من الجماهير. شوف رد على احد من الجماهير، كان في قرار على طول، قرار ايقاف مدى الحياه في الاجل غير مسمى، رد على احد من الجماهير بالسوشيال ميديا بشكل لا يليق.
شكرا. لا يليق والله ما ادري والله العظيم حلو حلو, حلو. بس هذا هذا المفروض اداره السد وهي واحده من احسن ادارات في الخليج. نعم. اداره السد اتخذت قرار ان السلوك اللي سواه ما يناسب مبادئ واخلاق نادي السد. كيف؟ نعم. بالتالي تم ايقاف. نقطة تدرس يعني ما أن يمكن قبل شوي تكلمنا عن الجهاز الإداري عن منتخبنا يعني الوطني يعني حتى لو اختلاف أجيال شوف مع أنه لاعب يفترض أن المدير يدرس أدري لا أقول لك كيف مهم. لازم تكون ولا أمانة قرار يدرس يعني ما تكلمنا قبل شوي عن الجهاز الإداري هم بالغوا شوي هم بالغوا شوي بإيقافه قصدك؟ إيه خلاص راح أقول لك ليش بس خلينا ناخذ شوي اتصال مع يمكن الأمين العام المساعد لشؤون المسابقات والخدمات المساعدة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم دكتور صالح المجروب وناصر صبح لك بالخير ويعطيك الصحة والعافية وقواك الله سهرناك ويانا اليوم. لا ولا يهمك حاضرين صبحكم الله بالخير ونحيي ضيوفك الموجودين أبو عذبي والنجم بشار عبد الله وأخوي أحمد جاسم. نعم. وخليل بلان بانوار ومعضد العجمي ولاعبنا طلال خلفان. أنا أقول لاعبنا لأن لاعب كويتي قبل لا يكون لاعب عمان. نعم. ولد المكان بعد. نعم يمكن صدر قبل الخبر الصحفي قبل قليل الاتحاد الكويتي لكرة القدم من خلال استقالة رئيس لجنة الحكام السيد آلان ستوري وكذلك تكليف السويسري مايك بوسلي كذلك باستلام اللجنة على ما أن يتم العثور على يمكن رئيس لجنة جديد. طبعا أكيد السؤال يمكن الدارج سبب الاستقالة. أول شيء بالنيابة عن رئيس مجلس الإدارة سيد عبد الله الشاهين وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة مبارك للاتحاد العراقي بفوزه في بطولة خليجي 25. نعم. يعني تبون سبب الاستقالة ولا؟ هي سبب استقالة رئيس لجنة الحكام لجنة يعني مؤثرة أكيد. نعم أكيد. إحنا أول شيء قبل أن نتكلم عن استقالة إحنا أول شيء نشكر آلان سنودي على الخدمات اللي قدمها خلال الفترة اللي عمل فيها. يعني احنا اول شيء خلينا نذكر اللي قدمه كعربونه من الوفاء والشكر له يعني. نعم. طبعا قام مشكورا بتطوير العمل داخل لجنه الحكام لان احنا السنه هذه اول مره تم اعتماد ميثاق الاخلاق لان لا يوجد حكم ممكن انه يحكم او مقيم حكام الا يكون يعني موقع على هذا الميثاق اللي يعني مثل باختصار هو عن تطبيق العدالة والأمانة والتحكيم النزيه والشفافية. نعم. وما قصر يعني هو كان في اختبارات تحريرية لغاية الآن بداية الموسم لغاية الآن ثلاث مرات تم عمل اختبارات تحريرية للحكام لرفع مستواهم كذلك اختبارات اللياقة كانت ثلاث مرات ومستمرة لآخر الموسم. والله شوف يعني عمله في الاتحاد الكويتي هو طبعا من بدايه عمله لغايه الان هو ما حصل على اقامه بسبب الاجراءات الروتينيه وكان تواجده في بدايه التعاقد معه في اغسطس انه ذهب معسكر مع الفريق مع الحكام. نعم. ورجع بعدين ذهب الى عمل عند بعض المحاضرات الدوليه والتزامات سابقه عن تعاقده. نعم. خارج الكويت. نعم. لانه محاضر دولي فتأخرت أمور الإقامة ما الإقامة فهو يعني بادر من نفسه قال أنا ما أقدر أنسق بين العمل في الاتحاد الكويتي ومحاضرات الالتزامات الخارجية في منظمات الدول. هو فعليا من بداية الموسم كان متواجد ولا كان قاعد يروح ويرجع؟ لا لا لا, لا كان موجود. نعم. حضر الكويت بأغسطس وذهب مع الحكام في معسكرهم في ذلك الموسم. تمام. ورجع حضر مباريات بس وقتها ما كان عنده إقامة في هذا الأمر يعني. ما كان متفرغ يعني بشكل كامل؟ لا لا هو متفرغ بس عنده التزامات قبل توقيع العقد مع اتحاد الكويت لكرة القدم. نعم. فهو يعني آثر على نفسه قال أنا ما أقدر ألتزم معاكم يعني واكتفى بالفترة هذه مع العلم من الفترة اللي فاتت يعني ما حصل على إقامة بس عفوا يعني أنت هو وقع عقد وياكم عدل؟ أي موقع مدة العقد إيش كثر؟ العقد سنوي. العقد سنوي يعني سنة كان المفروض يكملها وياكم. يكملها ويانا. نعم. وليش قال ما أقدر التزم وياكم عشان أساس موضوع الإقامة بس ولا لأن التزامات اللي ما قدرنا نخلصها؟ التزامات الخارجية. التزامات الخارجية لا بخصوص الإقامة إنه ما عنده إقامة يعني مشكورا السيد عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد هو متكفل في رواتبه. نعم. لأن مثل ما أنت عارف إذا الشخص ما عنده إقامة لا يقدر يعني يستلم راتبه عن طريق البنك. نعم.
والهيئه غير ملزمه لازم يكون عنده بطاقه مدنيه وعنده حساب بنكي حتى نقدر نحول له راتبه يعني. بس عفوا يعني ليش ما قدروا يسووا له اقامه مو تحت يمكن راح يكون كفاءه الاتحاد الكويتي لكره القدم؟ اي تحت بس تعرف اجراءات الاقامه لما دخل الكويت لازم يعمل الفحص الطبي ويعمل البصمات يعني للاسف الاجراءات الروتينيه هذه ما سوى هذه الامور بناصر؟ لا سواها بس على ما تطلع النتيجه اضطر انه يقادر مع المعسكر فيلغي اذن العمل وتلغي هذه الاجراءات اللي عملها فيعمل اذن عمل جديد يراجع السفاره الكويتيه في دولته ويعمل فحص ويرجع ثاني مره. فلما كان يرجع الكويت قلت لك من ذلك كان عنده بعض الالتزامات او المحاضرات الدول المحاضرات اللي هو ملتزم فيها قبل توقيع العقد فكان يضطر انه يقادر فتره مؤقته فنعيد الاجراءات هذه والاجراءات الروتينيه هذه يعني للاسف انها تعطل عمل الاتحادات وعمل الانديه خاصه في مدربينهم وفي محترفينهم. فاتمنى من الهيئه العامه للرياضه التعاون مع الجهات الحكوميه يعني تقليل المشاكل يعني اللي نعاني منها الاتحادات. يعني ابو ناصر اوكي قلنا هذا يمكن رئيس لجنه حكام يمكن شائن عندكم بالاتحاد لكن الجهاز الفني اللي عندنا يمكن المدرب عندنا جانب انه يشيد في ادائه من خلال المنتخب من خلال الاداء نقدر نقول الفني. المدرب والستاف عندهم اقامه امورهم طيبه ولا هم نفس المشكله بعد؟ لا عندهم اقامه بس في بدايه الامر كان عندهم مشكله نفس المشكله اللي مر فيها الن. نعم بس حاليا امورهم لا طيبه. شو اللي فارق عنهم عن رئيس لجنه الحكام؟ هذا فرد وهذا الستاف ما شاء الله. شلون شو اللي فرق يعني شو اللي فرقت الاجراءات شلون فرقت بس يعني التزاماته التزاماته هو بس عفوا معلش انا اسف انا ما ادخل في امور لكن نوعيه الالتزامات هل هي مثلا التزامات عمل هل هي التزامات خاصه مثلا عائليه لا كانت اللي كان ما قدرنا مثلا نلتزم التزامات عمل لان محاضر دولي فعنده التزامات مسبقه يكون عنده سكجول وجدول خاص فيه حتى قبل لا يوقع معنا فكان عنده جدول فحاول انه ينسق وحاول فما ضبط هذا الامر لا للاتحاد ولا لا عموما الامين العام فالاتحاد حاليا الاسبوع القادم يعني راح يبحث ويطلع على المشاكل هذه حتى احنا نتفاداها في المستقبل. ومستر مايك السويسري عنده اقامه خالصه اموره ولا لا؟ اي لا صار له هم من الاتحاد السابق يعني. نعم الله يعطيك الصحه والعافيه ابو ناصر قواك الله وكل الشكر سهرناك ويانا الامين العام المساعد لشؤون المسابقات والخدمات المساعده للاتحاد الكويتي الدكتور صالح المجروب الله يعطيك الصحه والعافيه وشكرا على مداخلتك. نشوف التقرير نشوف التقرير وش اللاعبين الواعدين او اللاعبين اللي برزوا في هذه البطوله ومن ثم نرجع نناقش ما قاله ابو ناصر قبل شوي في الاتصال. انتهى كأس الخليج بظهور أسماء تألقت في أكثر من مباراة. البداية كانت مع البطل العراق والذي تألق عبر نجمه وأفضل لاعب بالبطولة إبراهيم بايش وهداف البطولة أيمن حسين. في عمان لا يختلف أحد على قيمة صلاح اليحيائي وزاهر الأقبري في خط الهجوم. البحرين وأن ودعت من الدور نصف النهائي لكن مهدي الحميدان وكميل الأسود كانوا نجوم في الكتيبة الحمراء. تألقت بأسماء عديدة لكن عمرو سراج كان الأبرز بالجولة الأخيرة. وعلى مستوى حراس المرمى
تألق سليمان عبد الغفور في الدور الأول برفقة نواف العقيدي حارس مرمى السعودية، لكن إبراهيم المخيني استحق جائزة أفضل حارس بخليجي 25. بعد ما شفت التقرير بس أبي أناقش بس بعض النقاط اللي قالها يمكن دكتور صالح المجروب قبل قليل. يعني واضح أنه كان الريال جايك ما كان متفرغ أساسا لك. شوف أنا مع احترامي لهم، وإحنا يعني الاحترام قاعد نستفيد من مهما كان، يعني العالم كله ما في إلا هذا الشخص. أنت جايب شخص واضح من الكلام أنه مو متفرغ. نعم. يقول لك الجدول ماله تضارب مع 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 عمله في الكويت. نعم. اكيد ما راح يمشي معك. بيقول لكم يلا في ماله، اعطوني مستحقاتي اللي كم شهر قعدت وياكم وبمشي. وبعدين اذا انت ما عندك اقامه راتك من يصرفه؟ يقول تكفل فيها رئيس الاتحاد. رئيس الاتحاد كيفه؟ لان الهيئه ما تصرف لك اذا ما عندك اقامه، ما تصرف لك راتب. صح. البنك ما يفتح لك حساب. صح. هذه كلها امور سلسله وذكرها قبل شوي بالاتصال. عرفت شلون؟ فانا اعتقد ان الريال ما ادري شلون، انا ايش حق اجيب واحد مو متفرط. نعم. طيب تكلم هم قبل شوي يقول انه لما جاء وسوى البصمات وسوى الاجراءات الاداريه سافر مع الحكام، يعني حسب القانون اذا طلع تلغى البصم يلغي. معناته ان انت اصلا مو جايبه مبكر، انت قاعد تجيب عن طريق كرزياره. رايح رات كرزياره. لا هو اذا انت بتجيبه على طريق انه عمل في الكويت لابد انه في اجراءات يقومها في السفاره في الدوله اللي هو كان فيها. نعم. يعطونا اذن العمل اي الكويت تكمل الاجراءات. عاد انا بصراحه الاجراءات هذه ما اعرف شنو مدتها، لكن الروتين لابد انه يعني يختصر للمؤسسات. لازم في استثناء. لازم في استثناء. ماكو عيزه كمدرب او يعني محترف. هذا انا ما له بس الاتحاد، حتى الانديه بعض ساعات يعلنون اللاعب سافر طلع لك زياره مره ثانيه، يروح معسكر طلع لك مره ثانيه. اجراءاتنا بالكويت شوي احنا صعبه. لاعب محترف تقول يعني له ما اعطيك اقامه او ما اسوي يعني الا لما شهاده جامعيه. كريستيانو رونالدو ما عنده شهاده جامعيه السعوديه لقامه من شروط الاقامه شهاده جامعيه. شلون انا جايب لي لاعب عنده لاعب ابتدائي عنده لاعب متوسط؟ هذا الروتين في لازم الرياضه تستثنى فيها امور كثيره. لازم استثنى. وهذا اكثر حق بشار، يعني ما يكون هذا الشخص يمكن يبي يدير او نقدر نقول بيساهم ويانا في نقدر نقول اداره جهه في البلد نفسها. ما كان فيها اي استثناء يقول قاعد يسوي الاجراءات ويطلع حاله حال المواطن. لازم مو بس مو استثناء، لازم تغير القوانين اصلا. هذا اللي بوصل لك. لا لازم انت اذا احنا قاعد نتكلم عن كره ورياضه فيزا رياضيه احتراف ومنشئات وابسط الاشياء هذه مو عارفين نسويها، عندنا مشاكل فيها مو قادرين نسويها. لازم حتى الاستثناء يعني مو منطقي اسوي استثناء على شنو؟ ليش هو مو مخالف اصلا عشان يسوي استثناء؟ مو يسوي شيء غلط. هو المقصد بس انه يعجل المعامله بس لا اكثر ولا اقل. اغير المعامله كلها، اغير النظام كله، اغير. ليش لازم اجيب لاعب عنده شهاده؟ شبيب جايبه انا جراح. شبيب شهادته انا. كره قدم على الموهبه. يعني اعطيك مثال، واحد من احسن المدافعين بالكويت وباسيا جمال مبارك. نعم. شنو شهادته؟ انا جاب والله انا يعني مع احترامي يعني حق المهن، انت مو عندك فيزا خدم، مو عندك فيزا حق التحاق مج، هذا يا اخي سو فيزا للرياضه، فيزا رياضه. ايوه نعم. او قسم شنو المشكله؟ شنو المشكله فيها؟ كل يوم مأذين اداره الهجره والجوازات، كل يوم مأذين الجوازات، حتى الضباط متأذين. 14 نادي، كل نادي عنده خمسة، كل يوم رايحين ترجون فلان، يا أخي فيزة رياضة. نعم. ما انتهينا. بعد يعني هذه ترى الأمور، يعني ترى حتى بالأندية ساعات نسمع أن فيزا معينة ما خلصت، اللاعب إجراءات معينة ما خلصت، سكر باب الاحتراف. لكن الآن على مستوى منتخب كذلك أتوقع هذه راح تصير للصارح، يعني بينظر فيها الشأن العام مو بس يعني شأن أو نادي واحد. هي أبو فهد المنتخب نفس النادي، شوف اللاعب المحترف اللي يبونه. المدرب لما يبون يا اخي حدد قسم اقامه الرياضيين الهيئه عن طريق الداخليه مخصصين حق هذه الامور. نعم. بدال يقعد شهر او 20 يوم خلال اسبوع كل شيء خالص. نعم. عشان ما تصير مشكله نفس هذا
مال الحكام. هذه ترى مو اول مشكله ولا اخر مشكله. والله انا اتفق ترى الانديه يشتكون من هذا الشيء وايد. قاعد اقول لك مو بس على الانديه، مو بس على المنتخب، الانديه كذلك. قسم في الهيئه العامه للرياضه بالنسبه حق المحترفين والمدربين. نعم. بس هو من تعطي هذه خلاص هي ما دام موجود بالكويت مثل ما قال ابو انور يعني رياضي اقامه رياضيه. هل الموضوع بيد الهيئه ولا اكبر من الهيئه؟ لا مو بيد الهيئه، مو بيد الداخلي. داخلي طلال يعني تحفته بهذا الاجراء، يمكن عندنا بعمان يمكن خلال فيزا مدرب اذا كان عندك ملم في هذه الشؤون يمكن الاداريه عندكم. والله شوف انا الامور الداخليه هنا في الكويت تقريبا ما اعرفه بالضبط، لكن لا انا قاعد اتكلم عن اعمال الاجراء اذا مدرب او غيره. انا بناقش موضوع نفسه، انا مع التفرق. نعم. يعني شخص تجيبه متفرغ ما تجيبه عنده عمل آخر. نعم. بس هذا هو يعني هذا اختصار الموضوع. نعم. جميل. عبد الرحمن شوف يعني رسالة وهذه أنا أدري معالي وزير الداخلية يعني بصراحة رجل يستحق أن الواحد يخاط مباشرة، لأن رجل رياضي فعلا. رجل فاهم في القوانين، وأنا أعتقد يعني أتمنى من معاليه كان بالاتحاد أن يعني ينظر حق الأندية الكويتية الاتحاد، وهذه رسالة منا إحنا كرياضيين، لأن هذه الطريقة قاعد تدش بمشاكل في الأندية في يعني نتمنى من معاليك طال عمرك أنك أنت تنظر حق هالناحية هذه حق فيها زي الرياضيين اليوم المدربين حتى الاستاف الطبي، بعض الاستاف الطبي يحتاج نفس الشيء نكون شاكرين لك طال عمرك. نعم أبو أنور إذا تسمح لي بس على سؤالك عشان بديش بصب الموضوع اللي قبل شوية بالنسبة حق دورة الخليجي. نعم. استضافة منتخبين، أنا رأيي معلم من أكثر من دورة. نعم. 8 منتخبات تلعب دوري كامل 7 لعبات، الآن العراق أخذ البطولة لم يلعب مع الكويت، لم يلعب مع البحرين، لم يلعب مع الإمارات، فأنا أعتقد التجمع هذا 7 لعبات لما تقارنها المجموعة 3 قبل نهاية الخمس. لا ضد الفكرة أنك تدخل دول ما راح تفرق كثير يعني. بأنور شفنا التغريدة قبل شوي واللاعبين اللي برزوا بهذه البطولة، لكن هل شفت أن البطولة صنعت لاعبين واعدين؟ والله احنا كل بطولة نشوف على الأقل في لاعب برز تير العروض تير، لكن هذه البطولة هل شايف أنه في لاعب؟ أتكلم على مستوانا احنا بالكويت، يعني انا اللي برز عندنا يعني فريقنا. نعم. يعني اللي برز من الشباب الصغار. نعم. اشوف حسن حمدان للامانه يعني اشوفه يعني برز، بس يعني انا كلامي هذا مو معناته انه اسمعني الحين حسن انه لا انه نجم وعود، لا طريق قدامك طويل، ابدا كذي يا حسن. نعم. زين راح توصل. ما اشوف انا البطوله يعني طلعت لي نجم. ما شوف طلعت لي بشار، ما شوف طلعت لي يعني يخلق نجم. نعم. زين ما اشوفها. نعم. ما ومو بس هالدوره، حتى اللي قبلها. نعم. واللي قبلها ما اشوف يعني النجم بدا يعني صار اللعب ما ادري تكتيك او هذه ترى النجم هذه خلقه ربانيه، هذه التكنيك ماله. يعني انت ممكن مدرب شويه تسوي لك بعض التشات، بس اليوم الكره جماعيه، يمكن الكره الجماعيه هذه طغت على النجوميه، بس انا اعتقد لو في نجم لا يبين، حتى لو لعب جماعي يبين. تمام. يعني مثل ميسي الحين نجم، يعني الكره اللي يلعب فيها مو لعبه جماعيه بس ظل نجم. امبابي نجم. وانت ماشي. نعم. ابراهيم بايش عندنا، ايمن حسين، ابراهيم الخيني حارس مرمى المنتخب العماني، كوميل الاسود، عمرو سراج لاعبين مثل صلاح اليحياني، هذا النجوم اللي طلعوا، هل تحس انه في واحد منهم لا يعني كان مسلط الضوء ولا اسماء؟ انا يمكن تكلمتك عن مجموعه. شوف خلينا نتكلم شيء عن اللي خذ هو ابراهيم بايش. نعم. وهو من افضل اللاعبين صراحه اللي الموجود في هذه البطوله، يستحق، لكن انا عندي تعقيب على افضل حارس. مع احترامي لحارس جائزه افضل حارس هي ما هي مجامله. نعم. افضل حارس لابد انه افضل حارس اللي قدم مباريات، مو شرط انه ياخذ البطوله ولا يخسر البطوله. نعم. فمن الحارس اللي قدم مباريات خاصة يعني في كور صعبة لازم يكون التقييم مختلف، لأن دائما احنا نشوف الفريق ابراهيم مخيني عدل؟ ابراهيم مخيني مع احترامي له الشديد يعني يمكن ابراهيم كذا مباراة في اهداف ما تدخل عليه. نعم. يعني يمكن الحارس الاحتياطي شو اسمه؟ الاحتياط فايز رشيد. فايز رشيد. نعم. من افضل حراس منتخب العراق. كان نجم بطولة الكويت كذلك. فمشان من يعني واللي قبله كان الحبسي. نعم. ايضا عندنا على مستوى يعني هذه الجائزه لابد ان يتم اختيار مو مجامله. نعم. لابد ان يتم اختيار على اسس معينه، والاسس مو ان اي فريق يوصل النهائي ان هم افضل الحراس. نعم.
لا فيها أسس في كرات حراس طلعوها كرات جدا صعبة. نعم. منهم سماع عبد الغفور اللي يعني في كور أقيم فيها مستوى الحارس المرمى. نعم. هل هو حارس سوبر ولا حارس عادي؟ في كور هذا اللي تميز هني. نعم. هني يتم الاختيار. ما أقول لك إن سلمان كان لازم يكون هو سلمان، لكن أنا أتمنى إنه يعاد النظر في اختيار كأفضل حارس في بطولة مجلس التعاون في هذه الطريقة اللي فيها مجاملة تنتهي. نعم تمام. بس أنا أعتقد إنه كان له دور كبير إبراهيم في. أنا أبي أقول لك أيد الرأي ولا لا؟ لا ما أيد. ما تعيد الرأي. كان يستحق. أنا أيده. مو بس. لا مش قصد ما أيده. لا مش قصد ما أيده. أبو محمد أفضل مني. لا لا لا. فنظرتك للحراس. رأيك أكيد أفضل مني، لكن لا مش قصدي إن أنا ما أيدك. أنا قصدي إن إبراهيم كان له دور في وصول الهدفين. الهدفين اللي إحنا نتكلم عليهم في النهائي خطأ إبراهيم. الهدف الأول اليمن، مباراة اليمن صحيح، مباراة اليمن عنده أخطاء. ما أقول فما أنا ما يصير أقيم عليه على أساس اليوم خسر 3-2. هل معيار مثلا ما في أحد ولا شوف لازم معيار اختيار حارس المرمى، هل على عدد الأهداف تسجل عليه أو على المساهمة اللي سواها؟ موضوع حارس المرمى للأسف نفس ما قال أحمد، ما في معايير، لازم تحط معايير. ما يصير مثلا تقول الحارس اللي عليه أقل أهداف ياخذ أحسن. ممكن نتيجة تصير 2-0 أو 1-0 والحارس الثاني صاد 7-8 فرص، والحارس اللي ما دش عليه الجول ما صاد ولا كرة، يمكن داشين عليه 3 أهداف 4 أهداف. لازم تحط معايير. مثلا إذا صاد صدة عادية ياخذ 3 نقاط، إذا صد ضربة جزاء سوبر 5 نقاط يكون فيها لجنة جزاء يعني. بالضبط. لا بس ما في هذه مو مطبقة. أنا لو كنت بلجنة أو لو كنت عضو أو حط شيء، لأن موضوع حراس المرمى بالذات أنا مو مع طلال ولا مع أحمد هنا. نعم. أنا قاعد أتكلم عن رأيي، لأن هذا الاختلاف اللي قاعد يصير بكل بطولات كل مرة. بالضبط. هذا حارس على أقل أهداف أعطيه زين، في حارس صارت كأس العالم يمكن حاطين معايير أبو عبد الله أقل أهداف. قول شعراء حاطين معايير. أنا معك قول شعراء أقل أهداف لازم كل شيء له معايير. أتفق معك. قول شيء عراق أقل أهداف. تمام حلو. على ثلاث أهداف حراس المرمى. بشار هل شفت أن مفهوم الهداف نوعا ما قام يغيب في كأس الخليج؟ يعني هل شفت أن فعلا كان في هداف سطع نجمه في البطولة؟ شوف الهداف هو نجم بالنهاية. نعم. يعني ما يصير يجيك لاعب يصير هداف إلا بحالات قليلة أو نادرة. نعم. لاعب يسجل مثلا مباراة واحدة 4 أهداف أو 3 أهداف يصير هداف، لكن الاستمرارية أو تسجيل هدف في كل مباراة أو كل مباراتين أو يعني من 3 أو 4 مباريات تسجل 3 مباريات هذا نجم. فنرجع على موضوع النجومية، هل حاليا في الخليج مو بس بالبطولة هذه بشكل عام في نجوم في العالم؟ هذا اللي سألته توب. ما في نجوم. كرة القدم تغيرت، المدربين أفكارهم تغيرت. نعم. كانوا يفكرون باللياقة البدنية، بالقوة البدنية، الالتزام الجماعي، الالتزام بالتكتيك. نعم. فاللاعب الفنان او اللاعب اصبح يعني عمله نادره، مو موجود. وهذا يعني ما يعيب اللاعبين حاليا. ما اتوقع ان ضرب البطوله هم هو السبب، إن مثل ما قال يمكن محمد لما تكون 7 لعبات يمكن شوي ممكن نقدر نقول الالتحام او يمكن كثره اللعب هي اللي ممكن شوي ممكن اللاعب ممكن ياخذ من 2-3 مباريات ممكن. لكن حتى اللي لعبوا 6 مباريات او لعبوا 5 مباريات مثلا. نعم. ابراهيم بايش ما عنده استمراريه. نعم. يعني لعب والله يلعب منتخب البحرين نزل مجموعه المباراه اللي عقبها مجموعه ثانيه يلعب شوط يلعب، لكن ما مو كل مباراه مو نفس مثلا فيصل الدخيل مثلا. نعم. ولا عموري. نعم. ولا بخي ولا علي بخوت ولا ياسر ولا يعني اسماء كثيره كانت موجوده وكان عندها استمراريه. عماد. نعم. فكثر ما تذكر علي الضابط اي ففي هذول عندهم استمراريه حتى. نعم. ابراهيم بايش اللي اخذ احسن لاعب بالبطوله هداف يعني ما اعتقد ان ان بس هو الابرز بشار. لا لازم تعطيها. ايه؟ النهايه لازم تعطي الجائزه فمضطر تعطي الابرز، لكن هل هو لا. سوبر لا تمام. ابو عذبي ما اتوقع ان يمكن هم سياسه اللعب الجماعي حاليا اللي قاعد يمكن تضغى في مدرسة كرة القدم هي اللي تخلط اليوم عندنا بالخليج مما اختفى سطع النجم أو الهداف مثل ما قاعد نذكر قبل شوي. أنت متى يعني تتجه حق الجماعي إذا ما عندك نجم بارز؟ نعم. خلنا أقول لك شغلة. مثلاً خلنا نقول مثلاً جاسم ولا حسين سعيد ولا الطلياني ولا منصور مفتاح ماجد عبد الله. نعم. هل هذولي مثلاً صاروا نجوم بس في كأس الخليج؟ لا. في انديتهم كانوا هدافين. صح.
على مستوى اسيا اي في في انديتهم كانوا هدافين. نعم. ف الحين الهدافين ما هم موجودين يعني. نعم. شوف الحين الهدافين على مستوى الدوري تلقى يلعب لك مثلا 50 مباراه او 70 تلقى عنده 7 اهداف او عنده 8 اهداف. نعم. هذا ما تقدر تقول عنه والله هذا مهاجم هداف. مهاجم جيد اوكي. نعم. بس المهاجم الهداف هي عمله نادره ترى حتى ابو فهد على مستوى العالم كله. نعم. تمام. يعني صعب تحصل لك الهداف ممكن ينعدون على اصابع. وهذا اللي طلع الحين سويد هذا الهولندي هذا اليثربي هذا اي اللي هولندا نرويجي 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 شوف يعني هذا الهدافين بانوض يعني عدون على اصابع يعني مو مثل قبل العدد الهاي. انا برايي ان اللي شفته ما اقول لك والله نجم حي مؤثر. نعم. اللي هو صلاح مال منتخب عمان حياي. هذا اللاعب اللي انا شفته مؤثر بفهد. انا يعجبني اللاعب اللي يدير المباراه. نعم. يدير المباراه بعقل حلو يعرف متى يسرع متى يباصي متى يلعب بينات متى يراوغ. نعم. وشفنا اليوم البيبلنتي شلون دش بين اللاعبين. انا هذا اللاعب اللي انظر له هذا اللاعب اللي يشدني اللي يخليني انا اطالع المباراه. ممتاز ابو محمد. يمكن من ضمن كل الامور التكتيكيه اهم في كره القدم اللي تخاط عندنا صار فعال هو خط الدفاع. الحين يمكن حتى المدربين على مستوى العالم اصبح المدافع ملزم انه هم يساهم في تسجيل الاهداف في صناعه الاهداف. والدليل يعني مع يمكن فارق المقارنه يمكن عندنا في الدوري الانجليزي الاظهره قاموا يصيرون عنصر اساسي في الدوري الانجليزي مثلا عندنا انه في صناعه الاهداف حتى في التسجيل. المدرسة هذه نقدر نقول بدأت تدخل عندنا بالخليج أو في كأس الخليج أو في منتخباتنا الخليجية حاليا ولا قاعد تشوفنا لا ما زلنا على يمكن نوعا ما يعني الأجيال نقدر نقول نهاية الأجيال الماضية. طبعا بالنسبة حق الأظهرة يعني من أيام حسين محمد مثلا لما زجال وحط باك يمين. نعم. من أيام البحريني محمد حبيل في العربي مفتاح لعب هذه موجودة يعني. لكن انا خلني اروح حق ابو انور على حسن حمدان. نعم. حسن حمدان لاعب مشروع لاعب واعد وايضا صنع جولنا على الامارات. نعم. تمريره الى حمد القلاف وكروس حلو بناء الهجمه من الدفاع. فانا اعتقد هذا عمل مراحل سنيه مدربين على مستوى عالي. نعم. وايضا صقل يعني انا اقولك شبيب الان. نعم. انا متاكد على سبيل المثال لو تسال سويد يقولك لو حصل شغل زياده فردي غير الجماعي طبعا ما في خلاف ممكن يتقدم 10 إلى 20% وهذه كافية. وقيسها على عيد الرشيد مبارك الفنيني مجموعة من اللاعبين. فأنا أعتقد عمل الأندية وخاصة بالكويت سيء جدا في المراحل السنية لأنك أنت فاقد الشيء لا يعطيه ما دام ما عندك مدربين أجانب على مستوى عالي ما راح يطلع عندك لاعبين شوية متكاملين يعني. نعم. على الأقل لما يروح الفريق الأول يكون باقي له أشياء بسيطة يزيدها المدرب. تمام. طلال يمكن تكلمت عن نجوم منتخب العماني وأشدت فيهم لكن بقية المنتخبات هل هناك نجوم واعدين نقدر نقول أو نجوم برزوا في هذه البطولة شدوا دار الخلفان؟ والله بكل أمانة أنا مع الكباتن يعني أصبحت كأس الخليج ما تعطي معيار اللاعب نجم أصبحنا نفتقد لهذا اللاعب. نعم. يعني في كل المنتخبات تحصل في لعيبه زينين يعني بس. نعم. مش النجم اللي ممكن ياخذ المنتخب وهو اللي يشيله وهو اللي يصنع ويسجل ويسوي كل شيء. يمكن ابو عذبي ذكر صلاح اليحيائي وهذا طبعا صلاح اليحيائي اكتشاف يعني من 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 مراحل السنيه. نعم. يعني تعب عليه مش لاعب مجرد اكتشف في الفريق الاول لا هذا تاسيس صحيح جدا يعني. نعم. ومن اميز اللاعبين انا كنت اتصور اليوم انه يختاروه افضل لاعب لكن اعتقد ان ذهاب افضل حارس لو فايز بالبطوله ممكن اي ممكن وذهاب افضل حارس ايضا لابراهيم اعتقد الغت فرصته يعني ممكن لو فايزين عمان تصير العكس احسن حارس ياخذها أيوة. نعم جلال ممكن تصير كذي انا اعتقد كذي يعني لكن اللاعب يعني مثل يعني كابتن بشار بكل امانه انا من 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 المعجبين فيه كثير يعني اتذكر خليجي 13 اللي كانت في عمان اعتقد كانت بدايتك ابو عبد الله يعني كان يعني لاعب تحس انه حتى لو ما جاب المنتخب الكويتي نتيجه يعني مثلا زينه او خذ البطوله لكن كان بشار بارز في كان عندك فرج لهيب كان في نجوم يعني كانوا في منتخب عمان كان عندنا مثل ما قال عماد احمد حديد احمد كان في نجوم تقدر تاشر عليهم انهم لاعبين فوزي بشير يعني في لاعبين تقدر تقول هذا نجم كبير لكن هالبطوله ما شفناه مش هالبطوله بس افتقدنا من 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 خليجي اعتقد من خليجي اخر خليجي 19
اعتقد فقدنا النجومي من 20 خليجي 19 قصدك ولا الخليجي 2019؟ لا خليجي 19 اللي هو صار 19 اللي كان في عمان هذا اعتقد اخر الاجيال النجوم اللي كانوا موجودين. شو اسمه المهاجم اللي حسن ربيع؟ حسن ربيع كان هداف اسكلاتش اسكلاتش على البطوله بس ايوه خلص زين فريق زين كابتن لما مسكل ما شاء الله لما مسك كان خوش فريق طبعا شوف ليش اقول لك يعني في عندكم مدرب اتوقع اللي توفى بين فيربك الهولندي هذا هذا شوف هذا 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 رجعنا للزمن الجميل في كره القدم يعني كاس الخليج 23 اللي كان في الكويت كان بين فيربك كان في بطوله اسيا مكون فريق مش يعني قوي كان ياسس الفريق لكن لما جينا هنيك بصمته وايد ظهرت كان له دور كبير لما نتكلم اليوم عن مدرب لبصمه لما اذكر لك انا برانكو ما لبصمه شوف العكس هنا بين فيربك الراحل كان ترك بصمه كبيره مع اللاعبين وترك لنا ارث وترك لنا منتخب قوي جدا له شخصيه محترمه في حتى في اسيا قدم مستوى جدا كبير وفاز بكاس الخليج يمكن في ناس تقول لك كاس الخليج مستواه الفني ما كان جيد انا اتفق لكن انا اتكلم عن نوعيه لاعبين اليوم نفتقدها يعني في كل المنتخبات يمكن يطلع لك لاعب يعني مميز لكن مش اللاعب النجم ما زلنا نفتقد للاعب النجم يمكن اتوقع بس صلاح اليحيى اعتقد انه ممكن يكون مشروع نجم كم عمره صغير يعني اتوقع بين ال 21 و 23 احنا معدل اعمار اللاعبين المشكله اليوم طلع بتصريح المدرب بعد نهايه المباراه هو للاسف تصريح يضحك صراحه يعني يقول احنا جينا نكتسب الخبره او المهم اكتساب الخبره تكتسب خبره بلاعبين معدل اعمارهم 27 سنه يعني هذا هذا صراحه تصريح يعني يستغفل فيه الناس يعني صراحه بكل امانه انا ما اقبل فيه كمحلل او كناقد طبعا انت المدرب مبال لو قال طال خلف احسن واحد بالعالم هم راح تنتقد لا والله لا والله يا ابو عبد الله مش قصدي يعني مش والله مش على اساس انه انتقده كشخص لكن بالفعل احنا عندنا نجوم ابو عبد الله يمكن انت تقدر انك اليوم انت بنظرتك كلاعب سابق تقدر تقول انه في منتخب زين يعني في مؤشرات انه في منتخب زين لكن اداره المنتخب هذا هي السيئه احنا كنا نحتاج لا مدرب يعرف يدير هذه الامكانيات من افضل لاعبين الهجوم كان يعني يقدر يوظفهم بشكل جدا ممتاز وافضل عن التوظيف الحالي للمنتخب هذه اختلافي معه اختم مع فهد انا نقطتين اتمنى من الاتحاد الكويتي واحنا كلنا محبين حقه النقطه الاولى بالنسبه حق دوره الخليج على الاقل تخلي النظام المجموعه الواحده على الاقل تغير شيء لمصلحه الدوره في الكويت واحنا الثالثه طبعا اذا يذكر ابو انور كانت مجموعتين بدات عندنا مجموعتين انا اتمنى ان تكون مجموعه واحده الثانيه حق الاتحاد الكويتي برجاء المنتخب الاولمبي لم يحظى باي اهتمام اتمنى انه يكون له تجمعات ومباريات خاصه وانك انت مقبل على اولمبياد باريس 2024 احنا الان 23 فاتمنى ياخذ حقه وعندنا مدرب للاسف يعني المدرب المنتخب الاولمبي كان مع المدرب المنتخب الاول لان في نقص في الجهاز الفني للمنتخب الاول اتمنى هذا فقط كل الشكر لك محمد طلال يعطيك الصحه والعافيه مشرفنا اليوم ما في 30 ثانيه بس رساله مهمه والله 10 ثواني انا بس رسالتي للرئيس واعضاء مجلس اداره الاتحاد ست سنوات من الضياع كافيه عليكم ان تستقيم الله يعطيك الصحه والعافيه كل الشكر لك كل الشكر لك ابو انور يعطيك الصحه والعافيه احمد جاسم كابتننا خلوق يعطيك الصحه والعافيه بشار عبد الله نجم الكره الكويتيه يعطيك الصحه والعافيه وقواك الله كل الشكر لك ابو عبدي يعطيك الصحه والعافيه محمد مشكور يعطيك الصحه والعافيه والشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام على متابعتكم لحلقتنا الاخيره لهذا اليوم برنامج ديوانيه خليجي 25 مواكبه مع بطوله كاس الخليج 25 اليوم اللي انتهت اليوم في البصرة بفوز المنتخب العراقي بلقبه الرابع نقول له ألف مبروك مرة ثانية في حصد هذا اللقب نقول هارد لك للمنتخب العماني ومبروك على هذه العناصر المكتسبة بالمنتخب العماني وصلنا إلى الختام من خلال حلقتنا الأخيرة اليوم من برنامج خليجي 25 أشكر كل العاملين اللي كانوا ويانا من خلال هذا البرنامج وأشكر كذلك كل الأخوان اللي أتاحوا لنا في هذه الفرصة أن تكون متواجدين من خلال هذه الكوكبة من نجوم الكرة الكويتية جمعتني وياهم من خلال الحلقتين اللي قدمناهم مصاحبة بزميلي ماهر العنيزي اللي كان نقدر نقول مصاحب لجميع الحلقات لهذا البرنامج عفوا كل الشكر مشاهدي الكرام نقول إلى هنا وصلنا إلى الختام نلقاكم إن شاء الله في مناسبات أخرى تصبحون على خير.